أخصائي مادة الأشعة، وأستاذ أحد أساتذتكم اللي راح ينطوكم مادة الأشعة لهاي السنة إن شاء الله. ومثل ما تعرفون إحنا إن شاء الله راح يكون قطاع المحاضرات كله إلكتروني، وراح يكون على نفس هاي المنصة. وبالنسبة للتوبكس اللي أنا راح أعطيكم إياها هي عنوانين اليوم: Introduction to Radiology Science، والتوبكس الثاني الرينال سيستم، واللي اعتقد راح يكون محاضرتين، الانترودكشن محاضره والرينال سيستم محاضرتين. فندي المفروض الداتا مالت المحاضرات موجوده اصلا يومكم، لان انا ما مغيرها من العام. الانترودكشن والرينال سيستم تمام؟ ممتاز جدا. احنا هسه ان شاء الله راح نبلش على بركه الله. نرحب بكم واهلا وسهلا بكم، وان شاء الله يكون كورس موفق لكم وعام دراسي كامل موفق ان شاء الله. المحاضرة ظهرت يمكم، تشيرت؟ نعم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. Radiology Introduction هي محاضرة الفحوى منها ان احنا نعطيكم فد مقدمة عن ال Radiological Science، عن ال Radiological Modalities، ال X-ray وال CT وال MRI وال Ultrasound وال Radioisotope Scanning. كل واحد من عندهم بشكل مختصر شلون يشتغل، شنو محاسنه، شنو مساوئ، الادفانتجز والديس ادفانتجز، وعلى هاي الاشياء. بالنسبه للاكس راي يا شباب، احنا خلونا اليوم نفهم اكثر مما نحفظ، حتى نحكي عن فحوى عمل الاكس راي. الاكس راي مثل ما تعرفون هي الاشعه السينيه. فكرتها انه الاكس راي لها انرجي، لها طاقه. انا عندي الفيلم اللي تطلع به الصوره هو اوريدي ابيض، يعني هو لونه ابيض، ومن يتعرض للاشعه، من يتعرض للاكس راي، احنا نقول عليه للفهم نقول يحترق، يصير اسود. ففكره عمل الجهاز انهم جابوا مصدر للاكس راي وفيلم، ونخلي البيشنت بيناتهم. فالاكس راي تمر من خلال البيشنت وتخترقه، ات بنتريتس ذا هيومن بودي، لانه هي بها طاقه قادره على اختراق جسم الانسان، وتعبر على الفيلم اللي وراها. فبالتالي باختلاف الدنسيتي مال جسم الانسان، لانه جسم الانسان اكيد خلينا نقول الدنسيتي او تكوين العظم يختلف عن السوفت تيشو، يختلف عن الاير، يختلف. واحنا جسمنا بفلويد وبي اير وبي سوفت تيشو وبي كومباكت بون وبي، وهكذا. فكره كل الموداليتيز اوف ايمجينج، سواء اكس راي او الترا ساوند او سي تي سكان او ام ار اي، هي مبنيه على مبدا اختلاف تعامل الجسم مع هاي الأشعة أو مع هاي الألتراساوند ويف أو مع أي شيء يكون لي الصورة. الاختلاف هو اللي يكون لي الصورة. لذلك أنا عندي الأكس راي لما ترتطم بالبون، ولأنه البون كومباكت راح كلها ترتد ما تخترقه، فالمنطقة بالفيلم اللي ورا البون تكون بيضاء، وأنتم مثل ما شايفين صورة الأكس راي البون بها يطلع أبيض، لأنه الأشعة ما اخترقت البون فما حرقت هذا الجزء، فطلع بياضة ناصع. طبعا اكيد اذا سوفت تشو يكون خلينا نقول رمادي، وهذا الموضوع احنا نسميه الجراي سكيل.
يعني التلون من الابيض الى الجيت وايت الى الجيت بلاك، من الابيض الى الاسود. So an X-ray are form of radiant energy that's similar to an energy wave to visible light. X-ray differ from visible light in that they have a very short wavelength and are able to penetrate many substances that are opaque to light. Regular X-ray, plain X-ray account for about 80% of imaging examination. طبعا هاي نسبة عالية جدا، يعني احنا بنقول imaging examination، يعني اذا نروح نسوي احصائية وناخذ داتا وارقام راح نلقى انه 80% من عمليات التصوير الطبي هي اكس راي. So it's more، يعني كم اكثر من الـ من الام ار اي ومن السي تي، اللي هي طبعا مثل ما احنا حكينا قبل شويه اكس راي بين باسنج ثرو ا بيشنت، اكس رايز ار ابزوربد ان ديفرنت اماونت، ديفرنت اختلاف، مبدا الاختلاف هو هذا المبدا اللي كل اجهزه التصوير الطبي اشتغلوا والمخترعين والمصممين على هذا الاساس. جسم الانسان لما يتعامل مع هاي الاشعه بطريقه مختلفه من from tissue to tissue تتكون لي الصوره. Most of beam is absorbed or scattered، قسم من عنده يمتص، قسم من عنده يتقشر، احنا نقول عليه scattering، او يمتص او قسم من عنده يعبر، واللي يعبر هو اللي يخلي لي الاكس راي فيلم اسود، واللي ما يعبر يكون اللون ابيض. مثل ما تشوفون هنا هذا المؤشر يطلع يمكم السهم، هاي الاكس راي بيم، الاكس راي سورس، وهنا البيشنت واقف، وهنا الفيلم اللي صاير بصدر المريض واللي داخل من ظهر المريض هو الاكس راي. هاي الصوره هي الصوره الاوبتيمال اكس راي بوزيشن، الاكس راي التشيست عفوا اكس راي بوزيشن، من نحكي على التشيست اكس راي لازم يكون اريكت، البيشنت يكون واقف، والاكس راي تكون بوستر انتيرير، نقول عليها بي اي فيو، لانه هسه انا الاشعه دخلت فروم بوستيرير تو انتيرير، لان البيشنت ناطي ظهره للاكس راي بيم، لذلك هاي نسميها دائما بي اي فيو. اذا المريض هسه يلف وينطي وجهه للاشعه تصير اي بي فيو، واللي احنا ما ناخذ الاي بي فيو بالتشيست اكس راي الا في حالات هسه راح نجي بعدين نشوف. عندنا البيزك راديوجرافيك دنسيتيز، بالنسبه كاكس راي احنا عندنا تقريبا خمسه اساسيات وتتفرع منها الاشياء، اللي هي الاير والفات والسوفت تشو الووتر والبون اند ميتال. بون اند ميتال في خامه، يعني اما احنا كنت تقسيمه هي اير وفات وسوفت تشو ووتر والبون اند ماتيريال، يعني اند ميتال او خلينا نقول كومباكت ماتيريال، يعني اذا كان عندي فورم بودي من نقول ميتال نقصد الفورم بودي، بس بدون الفورم بودي ان جنرال هي الخمسه نسميها الفايف بيزك دنسيتيز او الفايف بيزك راديوجرافيك دنسيتيز. الاير اتنيويتس فيري ليتل اوف ذا اكس راي بيم allowing nearly the full force of the beam to blacken the image. مثل ما حكينا الهواء يسمح للاشعه كلها بالعبور فيطلع لي شبه اسود، يعني يعني اسود اسود ما ما بي اي ميول للرمادي او للابيض، هذا الاير. لذلك احنا مثلا بالتشست اكس راي اذا عندي مثلا نيموثوراكس او هيك شيء فيطلع عندي تشوف الاكس راي مايله على سواد التشست اكس راي اكثر، وهذا راح تاخذوه طبعا بالمحاضرات اللي تخص التشست. البون والميتال يعني اتنيويت لارج بروبورشن اوف اكس راي بيم allowing very little radiation through the black in the image، فما يعبر لي من عندها، لذلك تكون مرسومه بشكل ابيض على فيلم الاشعه، واللي هي هذا البياض يمثل لي جزء الاشعه ما وصلته، لانه هي احنا اتفقنا انه فيلم الاشعه هذا اللي احنا نلزمه ونقراه اللي هو يكون عباره عن فيلم اسود مرسوم به بياض، بياض يعني مرسوم به اي شيء يكون على شكل ابيض، هو بالحقيقه الفيلم ابيض وتعرض للاشعه وصار اسود، والاجزاء اللي بقت بيضة هي الاجزاء اللي منعت لي الاكس راي من او من العبور.
طبعا سهم بالعكس، فكل سلايد يرجع بالعكس وبعدين نروح. هاي طبعا صوره مثال على تشيست اكس راي، او مثل ما نشوف هنا هاي الشادوز، هاي مثلا عندنا هذه الكلافيكل، هاي عندي الريبس هنا، هذا الكاردياك شادو، تشوفون منطقه هنا بياض قوي لان هذا اوفرلابت، يعني عندي هنا الميديا ستاينم واللي بي هاي الفيزولز والتراكيا والاسفيجاس وراها الهارت. فالاكس راي يعني خلينا نقول اخترق طبعا وراها الفيرتبرا، وراها الفيرتبرا، فالاكس راي بي هنا اخترق لي ثلاث اشياء، فخلص يعني صار ناصع البياض بهاي الخط اللي هنا. يعني شوف هنا، شوفوا منطقة الكروس بين الكلافيكل والرب هنا بياضها أكثر، على اعتبار الإكس راي بيم هنا ورا ما يعني اخترق الكلافيكل والرب، فصار عندي بياض. السكابيولا هنا بها بعض البونز تكون يعني الإكس راي يخترقها بشيء، يعني يخترق أجزاء السكابيولا واحد بعد الآخر، فيطلع لي هنا شنو عندي هذا مثلا مكان البرومينس أو مكان التيوبركل، هاي تكون بياضها يكون كلش قوي. هاي هنا طبعا عندي الفيزلز، الميجر فيزلز اللي موجودة بالتشيست، هاي الشادو مالتها وهذا الكاردياك شادو، هذا الدايفرام وهكذا، وترسم الصورة بهذه الطريقة لأنه التشيست تعامل مع الأشعة بدنسيتيز مختلفة، الرب شيء، الهارت شيء آخر، الفيزلز شيء آخر، الاير اللي موجود باللنج أيضا شيء آخر، وعلى هالأساس مثل ما تشوفون هاي تكون الاير الأشعة تنحرق بالكامل، بات أقل سوفت يعني أقل عبورة للأشعة، أكثر بياضا، البون أكثر بياضا، والميتال خلوها من باب الفورم بودي. بالنسبة للراديوغرافيك فيوز، بالنسبة للتشيست والأبدومينال فيلم are referred to as a bra up، نقول عليها upright or supine depending on the position of the patient. التشيست اكس راي هي posterior anterior مثل ما حكينا، أو ممكن تكون انترا posterior أو lateral حسب الحاجة أو حسب الظروف. أنا ما آخذ أي بي للتشيست إلا إذا كان المريض عندي تعبان ما يقدر يوقف، كوماتوز، هو المريض أصلاً في كوما، المريض كلش تايرد، المريض على فد فنتليتر، المريض في حالة لا يمكنه الوقوف، فش نسوي له؟ نضطر ناخذ المريض وهو نايم. زين المريض وهو نايم شنو؟ يكون ظهره على السرير ووجهه لفوق، فنضطر راح تكون الأشعة شنو؟ مصدر الأشعة جاي من فوق، فيكون وجهه مقابل الأشعة، فتكون أي بي فيو، ما محببة الاي بي فيو، لانه واحد من عندكم يسال يقول وليش شنو الفرق بين الاي بي فيو والبي اي فيو؟ ان براكتس من براكتس شافوا انه البي اي فيو تنطي ديمونستريشن افضل، تنطيني معلومات ادق فيما يخص التشيست، فيما يخص التشيست، لذلك صارت هي الستاندرد فيو، هي البوسترو انتيريور فيو، الانتيريور الانتيريو بوستيريور فيو هاي فقط الحالات الحرجة. لاترال فيو اون ديبند، يعني ديبند على حسب، يعني انا يعني اذا عندي فوكال ليجن عندي ممكن احتاجها، وغالبا احنا نحتاجها. لاترال فيو معزل، معزولة ما لها علاقة، يعني هاي فيو اخرى تعطيني معلومات اخرى ما لها علاقة بالاي بي فيو والبي اي. طبعا احنا مثل ما حكينا دايركشن، يعني الاكس راي بيم ان ترانزيت بيشنت اوت on its way to the detector، مثل ما فهمتكم، يعني يقصد البي اي والاي بي فيو هي يقصدون بها دخول الاشعه، كان من الانتيريور تو بوستيريور لو من البوستيريور تو انتيريور. عندنا ليفت لاترال مثلا ديكوبيتاس فيو از تيكن وذ ذا بيشنت ليفت سايد داون، يعني نقول ليفت لاترال ديكوبيتاس نقصد المريض نايم على جهته اليسرى، نايم على جهته اليسرى، فالأشعة تدخل له من خاص، خلينا نقول من خاصرته اليمين إلى خاصرته الشمال اليسار، مثل ما تشوفون هنا. طبعا هاي صورة الإكس راي. إذا إحنا المريض ما عنده مشكلة فما نحتاج هاي التيبل، مجرد نحتاج هذا الفيلم، والمريض يجي يوقف أو يحضن الفيلم. لكن المريض إذا إحنا نريده يكون نايم أو شيء لازم على التيبل هاي، وهاية الانسترومنت تفتر
وتكون الفيلم يكون تحته والاكس راي بيم يكون من فوق. هاي لاترال فيو، هاي لاترال ديكوبيتاس، البيشنت نايم على جهة اليسار. هسه حاليا دخول الاشعه، هاي كصوره كدخول الاشعه، طبعا هاي يعني انتروبوستيريور ريفيو للهبل، بس انا احكي لكم على وضعيه البيشنت هو ليفت لاترال ديكوبيتاس. شلون ناخذ له هاي الفيلم؟ يعني يفتر هو اوتوماتيكيا الجهاز يجيبه ويخليه تحت السرير، وهاي مصدر الاشعه يكون فوق البيشنت بهالطريقه هاي، فناخذ له ليفت لاترال. هاي كمقدمة بسيطة عن الاكس راي. الاكس راي فحوى عمل بسيط، ما بيها هذه التفاصيل مفهومة. اشعة سينية، الاكس راي لها طاقة تحرق الفيلم وتقدر تخترق جسم الانسان بنسب متفاوتة، وعلى هالاساس يعني خلص صارت الاكس راي احد الفحوصات المهمة. هسه بعدين راح نجي نقارن بيناتهم من ناحية الاشياء، يعني خياراتنا بعد ما نكمل ناخذ الخيارات. الالترا ساوند هو شباب انتوا وياي في فندي، الصوت واضح واصل؟ نعم تمام. احد عنده سؤال بالفقره اللي فاتت؟ الامور اوكي؟ ابطئ اسرع؟ اكو اشكال؟ جيد. الالترا ساوند طبعا من اسمه هو، احنا نترجم اول مره بالعربي نقول هو الاشعه الفوق الصوتيه، اتس ان الترا ساوند، الترا سونوغرافي. فكرته شنو؟ انه احنا نعرض الجسم لساوند ويف، لساوند ويف الفريكوانسي مالها فوق ال 20000 هرتز، يعني اوف هاي فريكوانسي. ليش سميناها الترا ساوند؟ لانه هي تردداتها اعلى من طاقه السماع الاذن البشريه. احنا نشرح اول مره قبل ان ندخل بالكلام، خلينا نفهم فكره الالترا ساوند شنو. احنا لكل صوت اكو صدى، احنا متفقين انه بحياتنا الواقعيه الصوت له صدى اللي هو نقول عليه الايكو. لذلك انتم اذا تقرون تقارير الترا ساوند تشوفون من يوصفون شغله يقولون هاي هايبر ايكويك، هايبو ايكويك، ايزو ايكويك، نورمال ايكوجينيسيتي. الحكي كله على الايكو، على الصدى اللي وصلني، على الصدى اللي وصلني. ففكره الالترا ساوند انه انتم طبعا تعرفون جهاز الالترا ساوند بي بروب، البروب اللي هو الجزء اللي يكون الطبيب ماسكه بالايد ويمشي على البيشنت. هذا البروب هو الشغل كله بي، يعني ساوند ويف تطلع من عنده وترجع له، يستلمها ويعبرها للجهاز الكمبيوتر اللي هو الشاشه والكيبورد. هاي مجرد وسائل عرض ووسائل تغيير اعدادات ووسائل خيارات، اما الشغل كله بالبروب اللي لازم الدكتور. هذا البروب بكريستالات معينه نسميها احنا البيزو الكتروك كريستالز، هاي تهتز وتولد لي موجات صوتية ترددها عالي. طبعاً وأنا من الكمبيوتر مال الألترا ساوند، يعني جزء الكمبيوترايزد سيستم، أتحكم بالهرتزية هاي، أعلي أنص الهرتزية، أو عندي بروبين، عندي البروب اللي حجمه صغير، خلنا نحكيها هيك حتى تكونوا فاهمين، اللي نسميه إحنا كشي علمي السوبرفيشال بروب، أو إحنا نقول عليه هنا نسميه حتى أنتوا تفهمون البروب اللي هو يكون حجمه صغير، والبروب الكبير اللي هو نسميه الديب بروب. هذا البروب اللي حجمه صغير الهرتزيه مالته كلش عاليه، الهرتزيه مالته كلش عاليه، والهرتزيه كل ما صعدت هرتزيه الصوت، نرجع هو احنا كنا جاي نتعامل مع موجه صوتيه، فكل ما الهرتزيه صعدت راح تنطيني صوره جودتها اعلى. تمام؟ راح واحد بيكم ممكن يسأل يقول زين اني لما الهرتزية الاعلى تنطيني صورة جودتها احسن، ليش استخدم بروبين واحد هرتزيته عالية واحد هرتزيته قليلة؟ خب استخدم الهرتزيته عالية واخذ صورة جودتها عالية. راح نقول الهرتزية لما تصعد وتصعد وياها جودة
جودة الصورة راح يقل عندي الدبث. ليش؟ لأن الموجات الصوتية كل ما ترددها كان أسرع، كل ما الصدى مالها رجع لي بسرعة. احنا مثل ما عرفنا البروب ينطي موجة صوتية ويستلم الصدى مالتها. الصدى منين يجيني؟ أنا هسه إذا واقف بالصحراء وأحكي ما لي صدى، لأنه ماكو جسم يرجع لي الصوت. بينما أنا إذا واقف بنص عمارات وأصيح راح يرجع لي صدى من العمارات اللي موجودة. إذا الصدى ما حصله إذا ما عندي ارتطام. فالموجات الصوتية ترتطم بأجزاء الجسم الإنسان، سواء كانت soft tissue أو air أو bone أو fluid أو foreign body أو metal، حسب نفس فكرة الإكستري. ولأن الكونسستنسي مع الهيومن بودي parts differ from part to part، يختلف بين البون عن السوفت تيشو عن الأشياء الأخرى، عن الفيزل اللي ماشي بها بلاد، هاي كلها تختلف. فتعاملها مع الموجة الصوتية راح يكون مختلف. لذلك أني الموجة الصوتية يمي، يعني الألتراساوند ما أشوف بيه البون، لأن البون كومباكت كلش، الصوت من يوصله كله يرجع لي، فما يعبر من عنده شيء. فأي شيء ورا البون أنا ما أشوفه. يعني هسه لو أجيب الألتراساوند وأخليه على إيدي راح أشوف السكن، راح أشوف إذا أكو فيشيا بسيطة، إذا أشوف مصل لير بسيط، من أوصل البون خلاص. أي شيء ما بعد البون ما يبين. يعني أنا إذا أخلي الألتراساوند على إيدي، خلينا نقول من جهة الأمام، ما راح أشوف السوفت تيشو اللي من جهة الخلف، لأنه البون بيناتنا. لذلك أنا الألتراساوند ما عندي بأي أبليكيشن بالتشيست، ما أشوف كل شيء منه بالتشيست، إلا اللهم إذا كان عندي بلورال فيوجن محترم. مرات أشوف الهارت بشكل بس كلانك ما أشوف، لأنه أنا عندي الريبس وعندي الأير وهو يتشتت بالأير وما يعبر البون. ولذلك ما عندي أبليكيشن مثلاً خلينا نقول الأورثوبيدكس، يعني ما أقدر أشوف فراكتشر بالألتراساوند. ممكن أعرف إنه كفراكتشر، خلينا نقول يعني أشوف الكونتين، يعني انكسار بالكونتينيوتي مال البون، بس ما اقدر اشوف تفاصيل الفراكتشر مثل ما تشوف اياها الاكس راي. لذلك احنا نقول مبدا عمل الالتراساوند باختصار، البروب اللي موجود بايدي ينطي موجه صوتيه ويستلم الصدى اللي راجع منها، واختلاف رجوع الصدى بين تشو وتشو يولد لي الصوره. نرجع لنفس الفكره الاولى، مبدا الاختلاف. بما أن الجسم تعامل مع الساوند ويف بطريقة مختلفة من البون للسوفت تيشو للفلويد للأير للفات، خلاص أنا حصلت صورة. هو هاي البروب، بعدين عاد الساوند ويف الراجعة بطريقة خلينا نقول إحنا ككمبيوترايزد سيستم تتحول إلى، يترجمها هذا جهاز الألترا ساوند، يترجمها إلى صورة، وأقعد أتحكم بهذه الصورة وسوادها، أبعد وأقرب، أزيد الهرتزية. كل ما زادت الهرتزية كل ما جودة الصورة يمي صارت أحلى، لكن الدبث يمي أقل. فش قالوا هم المصممين؟ قالوا بما أنه إحنا عندنا هيك خاصية، خلي نسوي بروب آخر يكون حجمه سمول وتكون هرتزيته كلش عالية، أفحص به الأشياء السوبرفيشال اللي أنا ما محتاج بها دبث. يعني مثلاً أنا أريد أبحث الثايرويد جلاند. هي الثايرويد جلاند كلها على بعضها حجمها سنتيمات، سنتيمين ونص أقل، يعني كدايمينشنز ككل لوب، يعني اللوبين على بعضهم يجوز ما يطلعون أقل من 10 سنتيم كل الفيلد اللي أبحثه. زين، شنو بعدها عن السكن؟ هي كلوز تو سكن. فقالوا مثلاً الثايرويد جلاند على سبيل المثال بارت أنا أجي أفحصها، هو صغير وقريب للسكن، فأنا ما محتاج دبث، أنا ما محتاج أفوت بالعمق. فش سووا؟ قالوا نسوي بروب هيرتزيته عالية حتى أحصل أكسب ريزوليوشن عالي. لذلك إحنا هسه الثايرويد من نفحصها بالألتراساوند نفحصها بالسرفيشال بروب. الديب بروب ما يفيدنا أبدا، لأن الديب بروب يشوفها بس يشوفها بجودة كلش قليلة، ما تنقاس تماما بجودة السرفيشال بروب. وهذا الكلام مثلا انا اريد اسوي تيستيكولار الترا ساوند، عندي سسبشن اوف تيستيكولار تورشن باريكوسيل، نفس الفكره. البارت اللي انا جاي افحصه هو سمول وسوبرفيشال، نفس الفكره. اريد افحص بريست الترا ساوند، اكزيلري الترا ساوند، عندي فيد ماس بالهاند جو السكن.
سبكيتينيوس ماس صغيره، اريد اشوفها لايبوما، اريد اشوفها غير شيء، كلها هاي ابحثها بالسوبرفيشال بروب. يجيني طفل عمره 3 ايام هو كله على بعضه كله صغيرون، افحصه بالسوبرفيشال بروب، اخذ ديمونستريشن حلو للليفر والكدني لانه اكسب. والعكس صحيح، هذا السوبرفيشال بروب اللي انا كنت اخذ بيه ريزوليوشن كلش حلو وفاتني بتطبيقات كلش قويه، ما الى اي دور عندي بالابدومينال الترا ساوند مثلا. ابدومينال الترا ساوند ما الى دور يمين، ما يشوف، يشوف جزء من الليفر، بس انا اريد افوت ديب ديب يعني، فاروح ارجع للبروب الاساسي الكبير اللي صح يعطيني ريزوليوشن صوره اقل بس هو ريزوليوشن مقبول يعني، خلاص يعني هو ده ماستر، ويعطيني الديب اللي انا احتاجه. يعني الكلام اللي موجود ان شاء الله بالسلايد هذا ما بيفد، ما يحتاج نرجع نقرأ لانه احنا تقريبا حكينا فحوى الكلام، بس اخاف ناسين فد شيء. يعني هذا الرينج طبعا من 3 ميجا هرتز اللي نستخدمه بالابدومينال الترا ساوند الى 10 الى 12 ميجا هرتز اللي نستخدمها بالاوفثالميك اكزامينيشن. هو نعطي مثاليه امثله هوايه على السوبرفيشال بروب، الثايرويد، البريست، تستيكولار، اكزيلري، اوفثالميك، كرانيال الترا ساوند للبرين. اذا يجيني بالبرين افحص بالالترا ساوند عن طريق الفونتلم، لان انا الالترا ساوند لانه قلنا هو ما يتجاوز البون، مثلا الالترا ساوند بالادلت العادي ما اقدر اشوف انا اي شيء من البرين، اخلي ايدي راح اشوف طبقه السكالب وجايتني الكرانيال بونز وخلص. لكن بالانفانت او بالنيوبورن الاعمارهم اقل من سنه، عندي الفونتنل بعدها مفتوحه، من الفونتنل افوت واشوف البرين وافحصه واخذ صوره دقتها حلوه، واقدر اشوف اذا عندي هيدروكيفالاس، اذا عندي اي فاسكولاريتي ابنورمالتي، اشوف يعني اناتومي، اشوف اي مشاكل. فهواي ابلكيشن للسوبرفيشال الترا ساوند هاي كامثله يعني. بس شوفوا هنا 3 ميجا هرتز للجنرال ابدومينال، من جينا نحكي على السوبرفيشال اورجنز الهرتزيه وين وصلناها؟ 10 الى 12 ميجا هرتز. The reflection of tissue interfaces are received again by transducer، مثل ما حكينا الريفلكشن اللي هو الايكو الصدى يرجع لي وياخذ الترانسدوسر، والبرايتنس يختلف different from tissue to tissue. شباب طلاب هاي الكلمه different، difference مبدا الاختلاف هو اللي يمثل لي كل شيء. هذا طبعا فد صوره توضيحيه عن فيتال الترا ساوند. بالمناسبه الالترا ساوند حكايه صديقه الفلويد وعدوه الاير. الالترا ساوند الفلويد صديق الالترا ساوند والاير عدو الالترا ساوند، حتى نفهم يعني. انا هيك شيء اشياء اريدها تنطبع ببالكم، تكون مطبوعه في بالكم حتى تفهمون، يعني تفهمون يعني انت تكون فاهم مو حافظ، فاهم ليش انا بالالترا ساوند ما اشوف اللاج. الاير يسوي لي سكترنج، الاير هو ما اقول لك هو فتشي كومباكت يحجب لي الويف، الاير مو مثل البون، البون ما يسوي يعني، البون يسوي لي ريفليكشن للساوند ويف يرجع لي اياها وما اشوف اي شيء وراه، ما اشوف اي شيء ورا البون. لكن الاير يشتت لي الصوره، اسمها سكاترينج، يشتت لي الساوند ويف. عموما هاي صوره فيتال الترا ساوند، مثل ما تشوفون الصوره تحسوها صوره حلوه ومرسومه رسم وواضحه كلش، والسبب لانه انا جاي افحص الفيتس واللي هو وين؟ اللي هو داخل امنيوتك فلويد، فما طول عندي فلويد انا اموري تمام، صورتي واضحه ومسيطر وفحصي يعني مكتمل كل عناصر الوضوح والتشخيص. مثل ما تشوفون هنا هاي الساوند ويف تجي تبدي ارتطمت بالفيتال كرانيال، خلينا نقول بون، ورجعت، بس مو كلها ارتطمت، ارتطم جزء ورجع، عبر الثاني ارتطم لي بال خلينا نقول فيتال برين ورجع جزء، هذا جزء من الساوند ويف. يعني انا الساوند ويف من البدايه اصلا من السكن مال الام يطلع لي، من السكن اوف ذا ابدومن اوف ماذر يطلع لي السكن، انا عندي صوت هنا ارتطم بالسكن جزء، خلينا نقول عندي 100% انا عابر، خلينا نقول بد 3% ارتطمت بالسكن ورجعت، بقت لي 97، الفاشيه بد اكلت لي 5، بقت لي 92. دخلنا بالفلويد هنا ايضا الفلويد نفسها هم رجعت لي صوت، لان لو يعني بس رجع لي صوت كلش قليل، فتطلع لي بشكل شنو هنا سوداء، تطلع لي بلاك. الفلويد تطلع لي بلاك لانه ماكو ريفليكشن.
حتى يرسم لي صوره وهكذا، وبعدين عبرنا، بعدين وصلنا الفيتا. هاي كله بيم، يعني هاي ساوند ويف، هي مو طالعت لي على حجم البروب، هي لا ماخذت لي فيلد كامل. فاني من احكي اذا اخذ بيم وامشي بيه بخط مستقيم راح تشوفون ايش قد اخترق لي وجه الطفل، وبعدين ايده، وبعدين بطن الطفل، وبعدين الى ان وصلنا للاخير. هسه لو نكبر الصوره من وصل لهاي الساكرال بون مال المذر، خلاص اصلا اني ساوند ويف وصلتني بها ضعف، ما اخذ من عندها ما اخذت. الصدى مالها يرجع، اختلاف رجوع الصدى يشكل لي الصورة، والبروب هو المرسل والمستلم، والكمبيوترايز سيستم هو اللي حلل لي الصورة ويحولها على شكل صورة، وأتحكم بمعطيات الصورة عن طريق الكمبيوترايز بارت. فوائد الألتراساوند، الألتراساوند يعني غني بالفوائد of advantages. هو non-ionizing، الفحص الوحيد بان راديولوجي ما بي اي تاثير تماما، ممكن الام ار اي شاركه بس بطريقه اقل. الالتراساوند سيف، تماما سيف، لذلك احنا نستخدم الفيتال اكزامينيشن. هو ريال تايم اكزامينيشن، حاط لك بين قوسين بايوبسي. شنو يعني ريال تايم؟ الالتراساوند فحص ريال تايم، يعني اني مو ماخذ صوره هسه الاكس راي، انا اوقف المريض واخذ له صوره. السي تي سكان نفس الشيء، يدخل لي بالجهاز وتطلع لي صور. الام ار اي كذلك صور، أنا أخذ صورة وبقرأها. الألتراساوند هو مو صور، هو لايف، أنا داخل فاتح بث مباشر داخل جسم الإنسان، فأجي أقدر أخذ بايوبسي. بس خلالك هو على سبيل المثال البايوبسي، شون يعني بايوبسي؟ أنا أريد، عندي جيت سويت ألتراساوند للثايرويد مثلا أو للبريست مثلا، ولقيت فوكاليجن، وهذا بي سسبشن إنه يكون مالجننت. شو اسوي لعاني؟ لازم اخذ من عنده بايوبسي حتى اتاكد انه هذا بلاين او مالجننت، واذا كان مالجننت يعني المالجننسي مالتش طبيعته، اسوي له سايتولوجي. شلون اخذ من عنده؟ خلينا نقول ثايرويد، شلون اخذ من عنده بايوبسي؟ يسمونه التراساوند جايدد بايوبسي. اجي اخلي الالتراساوند على الثايرويد وعندي نيدل كات نيدل او وايد كور نيدل، وادخل النيدل تحت مراقبه الالتراساوند واشوف النيدل شلون دخل، فبحيث اني اعرف انه اني مثلا يحتاج لي فر على اليمين، فاميل ايدي على اليمين وبعدين افر البروب. البروب من افره راح تتغير الفيو يمني، يعني بدل ما كنت اشوف فوق تحت راح اقوم اشوف يمين يسار. شلون بالاكس راي عندي الانتيرير البي اي فيو واللاترال فيو. البي اي فيو اذا عندي اوبجكت اقدر اشوفها فوق او تحت او يمين او يسار، يعني اقدر اشوف موقعها. مثلا انا عندي ماس باللنك، جيت اخذت اكس راي بي اي فيو، هذا الاكس راي الفيو اللي اماميه راح تنطيني بعدين، بس انا احتاج البعد الثالث. راح تنطيني هاي الماس هي فوق لو جوا، يمين لو يسار، لكن هي امام او خلف ما اقدر اشوفها. فش اسوي؟ افر البيشنت لاترال فيو، راح تشوفني هاي الماس هي اللي قدام لو اللي ورا، امام لو خلف. نفس فكره الالتراساوند، البروب بايدي بس افره ترانسفيرس لو لونجيتيودينال راح اخذ بعدين، فمجرد ما فريت البروب راح تنفر لي الثايرويد وتصير مثل شكل اللاترال، خلينا نقول كاني لاترال فيو. فبالتالي نيدل ايضا اشوف نفسي اني جاي على الماس مباشر، لو نيدل قدامها يحتاج ترجيع، لو نيدل وراها يحتاج تقديم، وهكذا. المهم الفكره انه اني تحت مراقبه الالتراساوند جبت النيدل وخليت النيدل يدخل داخل الماس، واخذت بايوبسي ورحت سويت له هيستوباثولوجي والامور تمام. اذا هاي وحده من ادفانتج الالتراساوند. هذا الكلام اللي انا جاي احكي ما اقدر اسويه بالاكس راي والسي تي والام ار اي، لانه هاي صور مو ريال تايم. افيلبل، متوفر. كم جهاز ألتراساوند بتكريت، وكم جهاز سي تي بتكريت، وكم جهاز ام ار اي بتكريت. راح نلقى ام ار ايات اعتقد في واحد، سي تيات اثنين، ممكن برايفت واحد ثلاثه، بينما ألتراساوند بين مستشفى بين عيادات
يعني الله يدري ايش قد هواي يجوز بال 50 جهاز. فالافيلابيلتي مالته انه هو متوفر تشيب رخيص اكسسبل يعني تقدر توصله بسهوله، يعطيني سوفت تيشو كونتراست حلو قياسا بالاكس راي، دوبلر اكزامينيشن انه يعطيني الفيزلز البلد فلو ويزاوت كونتراست. شنو يعني ويزاوت كونتراست؟ مثل ما تعرفون الكونتراست ماتيريال الراديولوجي هي عباره عن صبغه، احنا من يقولون الاشعه الملونه طبعا، والناس يعتبروها انه هي عبارهم بالالوان، وهذا الكلام طبعا اكيد غلط. الاشعه الملونه اللي هي الاصطلاح الشائع العربي هو الكونتراست اكزامينيشن، انه انا احقن صبغه بالجزء اللي اريد افحصه. يعني مثلا انا اذا اشوف جاني بيشنت عندي سسبشن انه هو عنده فت اوكلوجن بواحد من الميجر فيزلز مالت الرايت ليج مثلا او الرايت لور ليم، فش اسوي؟ انا احقن المريض صبغه واكو في التايم معين اخذ بي يعني مثلا اسوي له سي تي يسمونه كونتراست انهانس سي، يعني سي تي انجيوغرافي نسميه عفوا. لكن هنا انا كل احقن صبغه، بينما بالالتراساوند عندي فحص الدوبلر. طبعا الدوبلر هو عباره عن ابلكيشن داخل الالتراساوند، هذا الابلكيشن هو موجوده دقمه بالجهاز، انت من تضغطها تفتح الدوبلر يصير الجهاز يقيس الاشياء المتحركه. زين انا بالجسم شنو، انا بداخل جسمي شنو المتحرك؟ يعني شنو الشيء اللي يتحرك اللي يمشي؟ اللي يمشي البلاط، فجاي اشوف البلاط ومروره بالفيزل، فبالتالي راح اشوف assessment للفيزلز والبلاد فلو بدون كونتراست. وهاي كلمة without contrast نخلي تحتها خط، وهاي ادفانتج كلش حلوة، لأن الكونتراست نفسه ممكن يسوي حساسية، ممكن يأثر لي على بعض البيشنتية، ممكن البيشنتية أصلا contraindicated، يعني يجوني مرضى ما أقدر أعطيهم كونتراست، فبالتالي يجيني الدوبلر منقذ أنه يفحص للفيزل without contrast. disadvantage مالته يعتمد على الفاحص examiner dependent، low spatial resolution، gas shadow may obscure lesion not useful on bony lesion. يعني جاي احكي عن خلينا نقول اشياء تحسب ضد الالتراساوند. احنا دائما من نقارن، مرات نقارن بالمقارنه، يعني مثلا تقول الالتراساوند من فوائده مثلا انه يشوف لي البلد فيزل وذوت كونتراست، قمت اقارنه بشنو؟ اقارنه بالسي تي والاكس راي والام ار اي، لان ثلاثتين يشوفون الفيزل وذ كونتراست، بدون كونتراست ما يشوفون الفيزل بس الالتراساوند. هنا مثلا بالبوني ليجن انه هو مو يوزفل، يعني اني الفحص ما طول عندي اجزاء ما اقدر افحصها به بهذا الفحص، هاي تؤخذ عليه. يعني انت تحكي التراساوند من المشكله بالعيب الوحيد بالالتراساوند اني يعني ما اقدر اشوف بيه البون، ما اقدر اشوف بيه البرين بالادلت، ما اقدر اشوف بيه اللنج، ما اقدر اشوف بيه خلينا نقول الاشياء اللي بيها غازز، يعني الباول لوبس الاستومك غيرها اشوفها بس اسم يعني خيال، ما اشوف الديتيل. يعني انا مثلا تقريبا اغلب مشاكل الاستومك ما اقدر اشوفها بالالتراساوند، يعني ما اقدر اشوف الجاسترايتس الاتش بايلوري المدري ايش، اشياء غالبا ما اقدر كلش ادقق عليها بالالتراساوند. صورة ايضا مثال حتى نشوف الالتراساوند، هاي نورمال جول بلادر، والجول بلادر داخل هالبايل على اعتبار هي تخزن البايل، البايل لانه فلويد فطلع لي اسود محاط بجدار ابيض اللي هو جدار الجول بلادر على اعتبار هو ساكولار اورجان، هو ساك لايك اورجان. الصوره الثانيه هنا عندي ستون، عندي جول بلادر ستون، والستون لانها كومباكت مثل ما نشوف اجت الساوند ويف، اجت الساوند ويف من وصلت الستون ايش طلع لي بعد الستون هنا؟ شادو ظل، منطقه سوداء، بينما هي نفس المنطقة بعيدا عن الستون يعني مرسومة عندي بها تشو سوفت تشو لايرز، واذا الالتراساوند ويف هي واصلة لهذا الليفل، لكن بالمنطقة اللي ظاهرة خلف الستون شادو، لانه الساوند ويف هنا من وصلت جزء كومباكت وصلت لي شيء قوي كلها انعكست، الصدى كله انعكس، فبعد ما تطلع لي صورة وراء. بينما هنا اجزاء جزء من الصدى من الصوت انعكس
والباقي عبر، جزء من الصوت معكس والباقي عبر إلى أن تخلص خلاص. يعني حسب أكو بيشنتي يجونه مثلاً، إذا هو سليم أخلي إيدي على الأبدومين أشوف اللايرز لحد الفيرتبرا، وآخذ صورة يعني بحيث أنا يعني كل الأبدومين تكون متاحة عندي. وقسم الممرضة يجون ذول اللي هم يعني موربيد أوبيسيتي، لا والله عندي أجزاء هواية فروم أبدومين أنا ما أقدر أوصل لها، يعني ما أشوفها الألترا ساوند ما يشوفها. يعني ذول اللي هم ممكن يكون الديامتر مال الأبدومين مالته خلينا نقول يوصل للجزء 70-80 سنتيم، وها يعني من أخلي إيدي على سكن الألترا ساوند ما يشوف لي 70 سنتيم اللي جوا أو 80 يعني أو 60 سنتيم، وبالتالي راح افقد جزء. هاي طبعا صورة الفاضي الالترا ساوند مثل ما تشوفون. هنا صور اخرى، طبعا هنا عندي جول بلدر نفس الفكره عندي، بس ذيك الصوره كانت الريزوليوشن مالها احلى، هاي الريزوليوشن مالها مو كلش، بس نفس الفكره. هم معي عندي ستون، واللي بعدها مأشر بالسهم من هنا شادو. نجي هنا عندي الكدني، هنا عندي سمبل رينال سيست، ولانها سيست وبيها فلويد طلعت لي ناصعة السواد وليس البياض. طبعا هذا الدايفرام خط ابيض، هاي اللنج عارف من اللنج، هذا الليفر تشوفون، لانه الكونسستنسي مال الليفر يختلف عن الكدني فتميز يعني. خلاص قمت اشوف الليفر بشكل واضح والكدني بشكل واضح، وهذا الدايفرام، وهاي المسؤول اوف كدني، وبداخل الكدني عندي سمبل رينال سيست. فخلاص اختلاف الكونسستنسي مال التشوز اللي موجودة عندي بهاي الصورة رسمت الصورة. هذا فيما يخص الالتراسونوغرافي. نجي على الشباب الأمور لحد الآن ماشية. بالنسبة للكمبيوتر توموغرافي والسي تي سكان، السي تي سكان كمبدأ هو اكس راي، يعني كأصل أنا أتعامل مع اكس راي ويف، لكن الفكره هم طوروا قالوا احنا خلينا نسوي بالمختصر نسوي اكثر من اكس راي سورس. واحنا يعني الاكس راي هو عباره عن سورس وفيلم، صح؟ هاي اللمبه اللي تصدر الاكس راي وفيلم يستقبل الاكس راي. فقالوا شو نسوي؟ خلينا نسوي مجموعه من الاكس راي فيلمز وكل واحد مقابل الديتكتر. بس الديتكتر هذا مو فيلم مثل الاكس راي، لا هو فيلم بس الكتروني، يعني يعطيني الصوره يسوي لها كمبيوترايزيشن. هذا نسميه هو computed، جاي من كلمة computer طبعاً، فهذا computed tomography. فتفتر حوالين جسم الإنسان وتأخذ مجموعة الصور تتشكل. طبعاً هذه تفاصيل، يعني أنا إذا أريد أحكي على CT لازم أخذ منكم كورس كامل واحدة حتى نفهم تفاصيل وفحوى عمله، لكن نعطيكم فكرة عن آلية عمله وشنو هو. هي هاي الفكرة ما بيها مجموعة X-ray beams and X-ray detectors. CT display each image slice separately without the superimposition of blurred structures that seen with conventional tomography. The X-ray beam is attenuated by absorption and scatter as it passes through the patient. ما عندنا شيء جديد، نفس الX-ray إنه يعبر patient، جزء منه يتطشر وجزء منه reflected. وعندي detectors sensitive لل opposite side of patient measure X-ray transmission through the slice. يعني بالX-ray كان عندي فيلم مال أشعة. بالمناسبة هو حتى الX-ray بس حاليا صار هو اكو ديجيتال اكس راي اللي هو المستقبل، يشبه مستقبل السي تي. تتحول الصوره عود على الكمبيوتر واكو طابعه تطبع على فيلم الاشعه، يعني هو مو فيلم اشعه مخله قدام المريض، لا هو ديتكتر الكتروني يستلم الاكس راي يعبر مثل فكره الالترا ساوند، ياخذها على جهاز كمبيوتر هو يترجمها على شكل صوره يستلمها هو الديتكتر. في السي تي سكان لانه كومبيوتد ايضا الديتكترز المتعدده اللي حوالين البيشنت تستلم وتاخذ الصوره. شنو الجديد بالموضوع؟ عشان شنو الجديد؟ فرق السي تي على الاكس راي ريزوليوشن اعلى. بس السي تي سكان هي عباره عن صوره اكس راي بجوده عاليه، ما عندي اي شيء جديد. اللي يشوف الاكس راي يشوف السي تي، واللي ما يشوف الاكس راي ما يشوف السي تي. والمواصفات وحده والطريقه العمل وحده ومبدا العمل واحد، كل الفكره هي تطوير. يعني للتبسيط السي تي هو عباره عن مجموعه اكس رايات صغار تفتر حوالين البيشنت، او تجمع لي صور بطريقه كمبيوتريه، وهاي صور الشخص الفني اللي قاعد على الحاسبه يقعد يرتبها
ويسوي لي اياها على شكل ممكن يكون سي دي او ممكن يكون الطبيب اللي يجي يقرا على الجهاز مباشر. الفكره اوضح، صوره اوضح، بس لا اكثر ولا اقل. فالسي تي هو عباره عن اكس راي لكن بجوده عاليه، مثل ما تشوفون هنا المؤشر. عندي المؤشر اللي يطلع يبين يمكم جيد جدا، مثل ما مأشر لكم هنا، هذا اكس راي سورس، هذه اللمبه هذه مصدره للاكس راي، وهذا اكس راي بيم، وهذا هنا ديتكتر. طبعا احنا رسمنا ثلاثه، او هم قالوا نقول الصوره توضح يا راسمين ثلاثه، بس هم اكثر، هم هوايه عددها كلش هوايه. يعتمد على عدد السلايس، اكو حسب مثل يعني 64 اب 16 32 64 128 256. كل ما تزيد كل ما ريزولوشن اعلى، والجهاز يكون سعره اغلى، لانه انا الجهاز ال 16 صورته تختلف عن 32 ل 32 افضل، 64 بعد كلش افضل، وهكذا. يقول انت هاي يعني مثل ما هاي الصوره التوضيحيه اللي تشوفوها يومكم، the amount of radiation absorbed by different elements of the chosen plane varies according to X-ray. نفس الفكره، ما عندنا اي شيء جديد. الفكره ما عندي اي شيء جديد. الشخص اللي اكتشف السي تي سكان هو هاونسفيلد، فحب يثبت اسمه. سوى وحده قياس للسي تي اسمها الهاونسفيلد يونت. هاي هنا هاونسفيلد يونت. شنو هاي الهاونسفيلد يونت؟ انا اعتقد عندي صوره سي تي، خلوها بعد شو اسمه، خلينا نقول هاي الصوره على سبيل المثال. شنو يعني هاونسفيلد يونت؟ وحده قياس الدنسيتي مال التشو اللي موجود عندي بالصوره. اذا تشوفون المؤشر اللي جاي امشي به هنا، انا هنا عندي صوره سي تي، من نخلي المؤشر على البون اكو رقم يمي بالزاويه، مو هنا، هذا الحكي بجهاز السي تي نفسه، او اذا انت فاتح سيدي على الحاسبه. يعني المهم انه انت عندك الصوره، عندك المعلومات الاساس، مو مثل هاي الصوره كابتشر، مجرد صوره. انا جاي احكي اذا انا قاعد على جهاز السي تي نفسه، او انه ماخذ نسخه على سي دي وفاتحها يمي باللابتوب، جايبت لي الفحص نفسه هو. من امشي بالماوس عندي رقم بزاويه الشاشه، وين ما احرك الماوس الرقم يتغير حسب الدنسيتي. فاجيبه على البون يقرا لي اعلى، احوله مثلا على سوفت تشو يقرا لي اقل، اجيبه على منطقه بيها اير مثل الموجود هنا داخل الباور لوبس، هذا عندي اير شويه يقرا لي اقل بعد، اقل شيء هو الاير. مثل ما تشوفون راح نرجع ونشوف الاير يقرا لي ناقص 1000، ناقص 1000، الووتر يقرا لي صفر، والفات تقريبا ناقص 100. من نروح للسوفت تشو كلها في حدود من الصفر الى ال 100، هي ما بيها تقريبا غالبيه السوفت تشو اورجان من 40 بلس الى 100، الليفر والمصل والكدني والسبلين والبنكرياس، هاي كلها سوفت تشو اورجانز نسميها. البون بلس 1000، البون لانه كومباكت فيقرا لي عالي. فلذلك الهاونسفيلد يونت مرات هاي اذا عندي ماس، عندي فوكال ليجن، اخلي المؤشر فوقها واشوف الهاونسفيلد يونت ايش يقرا. اذا قرا لي 1000 معناتها هذا اكو كالسيفيكيشن، معناتها الماس اللي انا جاي اشوفها بعدين الجراح من يشيلها ونلزمها بايدنا نشوفها قويه، كومباكت، هارد، مو سوفت. فلذلك هاي الهاونسفيلد يونت معبره بالنسبه لي. مرات اشوف شيء ما اقدر اميزه هو اير لو فات ممكن، او العفو او فلويد، بالمؤشر الهاونسفيلد يونت اقدر اشوف شنو اللي جاي يصير. فهو الرجل اللي اخترع الجهاز سمى هاي الوحده على اسمه، وهاي وحده قياس الدنسيتي للتشو اللي اني موقف الماوس فوقها. ومثل ما تشوفون هذا الماوس، هذا يعني افضل انه انتم تحفظون هاي الارقام لانها مو هوايه. بون بلس 1000، سوفت تشو من ال 50 40 ل 100، ووتر صفر، اير ناقص 1000، والفات تقريبا ناقص 100 الى الصفر، في محاري من الناقص 100 الى الصفر. افضل ان هاي الارقام تكون موجوده في بالكم، لانه مو هوايه ومهمه، هي تنطيك فكره عن الموضوع. بالنسبه للكمبيوترايزد اكسيال توموغرافي اللي هو الكات، اللي هو امبورتنت دايجنوستيك انفورميشن اباوت تشو ان ذيس كايند ريجن اوف انترست، كونتراست انهانسمنت مي بي يوزد، كونتراست انهانسمنت اوف ذا باول افتر اورال ادمنستريشن اوف باريوم.
طبعا مثل ما تعرفون الكونتراست ممكن تكون انترافينوس ممكن تكون اورال، اكو اورال كونتراست واكو انترافينوس كونتراست. هنا اخذنا اورال كونتراست ورا ما البيشنت شرب الكونتراست، جينا اخذنا له سي تي سكان حتى يسوي لي ديمونستريشن افضل للصوره. مثل ما تشوفون صوره السي تي سكان مثل ما تشوفون هاي الفيرتوبرا وهاي المصل وهاي الباولوبس، ويعني تقريبا هو هنا ما عندي سوفت تشو كلش، هاي الاورتا والانفيرور فينا كافا. الادفانسز اوف سي تي، شنو فوائد السي تي؟ السي تي اول الفاستر ماشين ديو تو مالتي ديتكتر كابل هاف ميد ايمج اوف هارت اند سيركيوليتري سيستم فيري براكتيكال ان نمبر اوف كلينيكال سيتنج. The faster capability has allowed the image of the heart with minimal involuntary motion which create motion blur on the image. Okay. أول advantage يقول لك faster. Faster than what? أسرع من الـ MRI. دائما نحن مرات بالمقارنة يقول لك من فوائد أنه هو سريع. CT فحص ما يطول مثل الـ MRI. إحنا نقارن الأشياء حسب حجمها. صح؟ يعني أنا هسه من أي أقارن شيء بشيء لازم يكونون متكافئين. يعني أنا من أجي أقارن كجهاز فاحص، ما معقول أجي أقارن الألترا ساوند والإكس راي بالإم آر آي. يعني الإم آر آي جهاز عظيم، جهاز كلش يعني فيه أدفانتج كلش عالية، هو جهاز جبار. فما أجي أقارن أنا بالألترا ساوند والإكس راي، الند ماله منه الند ماله السي تي، فأجي أقارن دائما بين السي تي والإم آر آي. فلذلك احنا نقول هنا faster، نقصد يعني بيه faster than MRI. طبعا هاي الصورة هاي سميها 3D. هاي الفني اللي على الجهاز هو يقعد يرتب الصور الأساسية هي axial، الصور الأساسية بالسي تي سكان هي axial. ياخذ الصور ويسمونها يسويها 3D format، شغل شبيه بشغل الفوتوشوب اللي بالصور تقريبا من ناحيه المبدا. يعني الفني يقعد يتلاعب بهاي الصور ويكون من عندها صوره 3D، بس الصوره هاي مو فوتوشوب، هاي حقيقيه. هذا الهارت هو فعلا هو هيج حجمه، والفيزلز اللي موجوده به هنا هي هيج. اذا تشوفون هم 3D reconstruction، هاي طبعا كلها فوائد. انا بعدها بالادفانسز انه عندي 3D ريفورمات ينطيني هيج صوره، هاي الصوره ما احصلها لا باكس راي ولا بالترا ساوند ولا بام ار اي، ما احصل هيج شغل. هذا شغل السي تي ينطيني هي الصوره عن الفيزلز وعن الريبس، ونطاني صوره يعني كلش حلوه، يسمونها 3D reconstruction. يفيد فحص البوني ستراكشرز والكالسيفيكيشنز. سوفت تشو سبيشال ريزولوشن ماله كلش حلو. شورت اكزامينيشن تايم مكرره. سوتابل فور كورونري اند كارديك اكزامينيشن، ينطيني المالتي ديتكتور سي تي سكان، يعني يفحص الكورونري والكارديك اكزامينيشن. واحد من الفحوصات اللي خلينا نقول المهمه بالسي تي سكان واللي تنطيه قيمه هي فحص الكور، نسميه الكورونري انجيوغرافي، انه انا اجي افحص الفيزلز مالت الهارت بدون قسطره، بدون ما ادخل كاثيتر بالبيشنت. مجرد اشد البيشنت كاميرا احقن بها كونتراست واقول للسي تي كورونري انجيو. السي تي شنو؟ السي تي جهاز مربوط على كمبيوتر، والصبغه انا مخليها بامب، هو يحقنها السي تي نفسه، الجهاز يحقن الصبغه بالبيشنت، وهو من تقول له كورونري انجيو هو بعده خيارات. انت تيجي تقول له مثلا تقول له ممكن تقول له اورتيك انجيوغرافي، ممكن تقول له لور لمب انجيوغرافي، ممكن تقول له كاردييك كورونري انجيوغرافي. فمن تقول له كاردييك هو السي تي يعرف مسيت بداخله الناس اللي صنعوه واللي رتبوا برامجه خلوا بداخله الوقت اللي تحتاج الصبغه من الهاند، انت مشاد بالكاميرا بالهاند من الكيوبيتال فوس الى ان توصل الهارت. ومن توصل الهارت راح هو يعطي عاز بالفحص ويفحص لي الهارت ويفحص لي الكورونري فيزلز ويشوف لي اذا عندي بها اي ديفكت او اوكلوجن او اي ابنورمالتي. لكن هذا الفحص بشرط بسيط انه لازم يكون السي تي مالي محترم، يعني على الاقل 64 فما فوق، 32 و16 ما يخدمني بهذا الفحص، ما يعوض عن القسطره التشخيصيه.
شنو مساوئه؟ راديشن 400 اكس راي، هو اكثر جهاز ينطيني راديشن دوز لانه يعادل لي 400 اكس راي تشيست اكس راي. اذا فتخيل كميه الراديشن اللي بيه كلش عاليه. دائما يحتاج كونتراست، السي تي سكان دائما يحتاج كونتراست، من اي دفحص دائما وذ كونتراست، سواء اي دفحص الكونتراست مو بس للبزل للتذكير، الكونتراست انا عندي ماس، انا جيت سويت الترا ساوند الكدني ولقيت بالكدني ماس والماس شكلها بالالترا ساوند ما يعجب، فردت اتاكد من عندها فحص اعلى، رحت اسوي سي تي، لازم اسوي وذ كونتراست، احقن صبغه بالمريض وافحص حتى اشوف هاي الماس اخذ كونتراست فاسكولاريتي مالتها شنو وضعيتها. فدائما 90 الى 95% من فحوصات السي تي وذ كونتراست، سواء كانت تخص الفيزلز او غير الفيزلز، ماس عندي بالابدومين، شاف اسوي فلو اب، بيشنت عنده تيومر وشلته واريد اسوي له فلو اب، اي فلو اب للتيومر وذ كونتراست دائما، حتى اذا اكو ماس قبل اشوفها ماخذه ولا ماخذه كونتراست. السي تي بدون كونتراست مثلا يوريتريك ستون، سسبشن اوف يوريت، يعني فد شغلات كلش بسيطه، مثلا بون، بلفك فراكتشر، اريد اشوف مثلا خلينا نقول عندي فراكتشرات بالبلفك، الاكس راي ما يجيب لي اياها مضبوط، اريدها بالسي تي هاي وذاوت كونتراست. شفتوا ايش قد يعني شغلات كلش قليله، فغالبيه فحصه تحتاج كونتراست، واحتياج السي تي الى كونتراست ما اخذ عليه عيب في السي تي، احد عيوب السي تي يعتبر، لان احتياجي للكونتراست راح يدخلني اكو بيشنتي عندهم حساسيه من الكونتراست، واكو بيشنتي عندهم مشاكل بالرينال والليفر فانكشن تيست والكونتراست مح يعني ممنوع عليهم. اذا انا صار عندي اكسكلوجن كرايتيريا، فعندي فئه من الناس تتخربط قضيتي وياهم، فيعتبرون احتياجي للكونتراست ماخذ على السي تي وليس شيء يحسب للسي تي. سوفت تشو كونتراست اقل قياسا بالام ار اي، صحيح هو السبيشال ريزولوشن ماله حلو، بس السوفت تشو كونتراست مالته مو ما ينقاس بالام ار اي. ومن نقول سوفت تشو دائما يجي على بالنا شنو؟ السوفت تشو اورجانز، يعني انا من اريد احكي على مثلا صوره الليفر او البنكرياس او السبلين كليفر وكسبلين وكبنكرياس او برين، هاي كلها سوفت تشو اورجانز، سوفت تشو كومبوننتس نسميه. هاي الام ار اي ينطيني بيها ريزولوشن كلش عالي ما ينقاس بالسي تي. طبعا مثل ما تشوفون هنا هسه قبل شويه كنا نحكي، انا هذا ما بين عندي بالاكس راي، هذا ما بين عندي بالاكس راي المؤشر الفراكتشر، بالسي تي بين. هي السي تي ما يحتاج كونتراست، هيك سي تي ما يحتاج كونتراست لان انا رايح ادور البون، انا ما عندي ماس، طبعا هذا ايضا السهم ايضا مؤشر عندنا هنا، ما عندي ماس ما عندي تيومر، القضيه كلها تروما وفراكتشر، فالموضوع بهالطريقه هذه. بعد ما كملنا السي تي احنا كل ما نكمل جهاز نسألكم شنو اخباركم، جاي اتواصلكم المحاضرة ما سألتوا، انا شرحي واضح، انتوا تعبانين، ماكو تداخلات واضح المحاضرة ماكو تداخلات نهائيا، يلا نقول ان شاء الله الامور واضحة. احنا بالمناسبة يعني انا عن نفسي احب انطي مختصر مفيد، يعني انطيك معلومة قد تكون في رأي بعض الناس تكون شوية قليلة، لكن على قولتهم قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني شنو فايدتي انه اكدس عليك كمية هائلة من المعلومات افرض عليك تدرخها درخ وتحفظها، وهذا الشيء يعني ما اريده، لانك راح تنساها ورا فترة، شهر شهرين ست اشهر تنساها، فشنو انا شو استفادت؟ يعني انا اللي استفاد انه انت تثبت يمك معلومة، فايدتي اني انه بنهايه الكورس تطلعون من عندي على الاقل شخصيا كانترودكشن فاهم عمل الاكس راي، يعني باكر بعدين انت لما يجي واحد يسالك وانت طبيب وخريج كليه جريمه انت ما تعرف فحوه ومبدا عمل الاكس راي والسي تي والام ار اي والالترا ساوند والايزوتوب سكان، انا برايي هاي جريمه، وبرايي اذا يعني ممكن تكون الجريمه غالبيه احنا مشتركين بها، هذا يفهم في حال انت ما عرفت وان شاء الله راح تعرفون. احنا شلون نشترك في هاي الجريمه؟ من نكدس عليكم معلومات بحيث نستهلك ادمغتكم بطريقه مو صحيحه ومو فعاله، انا بالنسبه لي ما احب هذا الشيء، لذلك دائما احب اجيب اشياء مختصره لكن ما اجيب
بذهنكم الالترا ساوند ما بي اي ضرر. الترا ساوند سيف توتالي. طفل كبير صغير مريض تعبان الكل ينفحصون الترا ساوند بدون اي محاذير تماما. اوكي السي تي راديشن دوز بي كلش عالي، فما يرهم نفحص بيه وحده بريجننت، ما يرهم نفحص بيه طفل الا اذا مضطرين كلش اقصى درجات الاضطرار. الام ار اي هسه راح نجي نشرحها طبعا ونشوفها. المهم قصدي انا هاي الاشياء اللي جاي اريد تثبت لكم الاشياء المهمه بس، الباقي مو مشكله. الام ار اي ماجنتيك ريزونانس ايمجينج. الام ار اي طبعا فكره عمله تختلف عن الحكي اللي حكيناه بالكامل. احنا كنا نتشاقى يعني كفكره عمل، يعني حرفيا احنا كنا في طور الشقة. الاكس راي والسي تي مبداهم واحد وكلش بسيط، والالترا ساوند مبدا عمله كلش بسيط، الام ار اي مبدا عمله كلش معقد ومزعج. لكن احنا ايضا انا حاولت اختصر واوصلكم فكره بسيطه. اما هو حرفيا اذا اريد افهمكم عليه بشكل دقيق جدا بالضبط وحده نحتاج 3 اسابيع بس حتى نعرف الام ار اي شلون يشتغل بالضبط، لانه يعني موضوع معقد. ولكن ان شاء الله راح نحاول نوصل لكم افكار رئيسيه في اليه عمل الام ار اي وما يخص الام ار اي. هو نون ايونايزنج راديشن ونو ديمونستريت ادفيرس بايولوجيكال افكت اللي قدام، يشابه الالترا ساوند لكن لانه هو معقد، لانه هو باشياء تخص الماجنتيك وعندي ريزونانس وعندي فلا زالوا اكو تحفظات. يعني الدراسات يقولون احنا ما نقدر نعطي فول، يعني مثلا البريجننت بالفيرست ترايمستر يقولون لا تفحصوها ام ار اي الا اذا مضطرين، رغم انه احنا لحد الان ما مسجلين مشاكل لكن نخاف انه الام ار اي ممكن يسوي لنا بعض الاشكالات اللي لا زالت مخفيه علينا. لذلك يبقى الالترا ساوند اسلم من عند الفو، يعني هذاك مرتاح انت تفحص بيه وانت مرتاح الخاطر. الام ار اي طبعا هو سيف تماما الى درجه قريبه جدا من الالترا ساوند، الا في بعض يعني خلينا نقول 97% هو سيف، مو 100% مثل الالترا ساوند. بسم الله. الماجنتيك ريزونانس ايمج اوبتيند ان اني تيشو بلين. تتذكرون بالسي تي سكان ايش قلنا؟ قلنا صورنا بالسي تي الاصليه هي اكزيوم. انت تشوف صوره سي تي كورونال، تشوفها ساجيتال، تشوفها 3 دي. هاي الفني اللي قاعد على الكمبيوتر قاعد يرتب الصور من يمه. الصوره الاصليه اللي واصلته هي اكزيوم فقط. السي تي سكان يفحص لي اكزيوم بلين فقط. الام ار اي يعطيني كورونال وساجيتال وترانسفيرس اللي هو الاكزيوم من الاساس من قاعه بدون ريفورمات. الصوره الرو الصوره الاساس الخام هي جايتني اكزيال اللي هي هنا كاتبها ترانسفيرس، ساجيتال فروم ليفت رايت، كورونال فروم انتيرير تو بوستيرير. مثل ما تعرفون هاي البلينز، الطلاب احد بيكم ما فاهم البلينز هذه كاناتومي، يعني ما فاهم شنو يعني كورونال وساجيتال وترانسفيرس؟ لو الكل اوكي كله اوكي. تشوفون صورة هذا الحج هنا اللي مخليه هاي، يعني نقول كورونال يعني مقسوم from anterior to posterior، هنا سيرجيتال كأني جاي اخذ بي cuts from lateral يل to lateral from right to left شلون تسموها، ماخذ جانب صورة جانبية للبيشنت lateral السيرجيتال والترانسفيرس اللي هو الاكسيال. طبعا بالمناسبة هاي الاوبشن هو اوبشن مو سهل، يعني انت صور سي تي احنا هسه مهما نشوف سيجيتال او اكزيال نبقى المرجع مالنا الاساس، لانه هو هذيك الصور مهما ركبها الفني ما يجيب لي اياها مثل الاساس. الاساس اوضح تعطيني ديتيل اكثر. الام ار اي هو من قاعه منطيني البلينز، فاني اشوف كورونال وسيجيتال وترانسفيرس بصور اصليه واضحه، وهذا يعتبر طفره عن السي تي سكان. هذا اولا. The appearance of MRI image is a function of the يعني chemical composition of the various type of tissue. طبعا هسه راح بعدين نجي نشوف شنو القضية. هنا هاي مصل، هنا هاي بون، هنا هذا فات الأبيض. هسه تباعا راح نبدي نحكي. يعني قبل لا نقلب السلايدات يعني خل نحكي حكاية. احنا عندنا
خلايا صح؟ والخلايا يعني خلنا نقول انه انا عندي كل سيل اكو عندي خلنا نقول عندي هيدروجين، ذرة الهيدروجين، الهيدروجين اتوم تقريبا موجودة بكل اجزاء الجسم، يعني اتومك ليفل على مستوى الذري خلنا نقول. Water and adipose are composed of hydrogen. المي والفات متكونات من هيدروجين واكسجين وكربون وفوسفورس واتومز. الهيدروجين اتوم contain a proton and orbiting electron. هما مثل ما تعرفون احنا الاتومز اللي موجوده عندنا هي كلها اكو بداخلها يعني نيوكلي يعني بروتون، بها بروتونات وبها الكترونات تفتر حواليها. هذا فيما يخص الهيدروجين والاكسجين والكربون الى ما شابه. الباحثين اللي اشتغلوا على MRI رادوا نفس فكرة السي تي والاكس راي والالترا ساوند، رادوا انهم يرتبون جهاز يتعامل مع اجهزة الجسم بطريقة مختلفة لانان الاختلاف يولد الصورة مثل ما اتفقنا في بداية المحاضرة. فقالوا احنا حتى نجيب شيء يلقي بتأثيره على كل اجزاء جسم الانسان لازم نخليه يلقي بتأثيره على ذرة الهيدروجين، لأن ذرة الهيدروجين موجودة بكل أجزاء الإنسان. تمام؟ تمام. الفكرة شنو؟ A spinning charged particle اللي هي البروتون produces a local magnetic field. إحنا مو ذرة البروتون هجزئة البروتون اللي موجود يفتر فيسوي لي magnetic field، مجال مغناطيسي، مجال مغناطيسي موجود للأتوم. In the absence of any external forces، في غياب القوة، يعني أنا إنسان واقف حالياً بدون أي تأثيرات خارجية، the magnetic moments of proton اللي يقصد الاتجاهات مال البروتون بالتشو هي oriented random. إحنا مثل ما نتفقين أنا عندي بروتون وتفتر حوالي إلكترونات وعندي مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي هذا إلى اتجاه، واتجاه المجال المغناطيسي بين جزيئة وجزيئة وبين ذرة وذرة يختلف، واحد صاد يمين واحد يسار واحد اوبليك واحد يعني راندم، هذا بدون اي تأثير. إنزين، if the protons are placed in a strong magnetic field، اذا جبنا البروتونز وخليناها بمجال مغناطيسي كلش قوي، يعني شايفين انتو الـMRI شايفين صورته، هو عبارة عن مثل الحلقة، يعني حلقة او خلي نقول مثل البوري يدخل بداخل البيشنت، هذا هو مجال مغناطيسي. فعن البيشنت لما يدخل داخل هذا المجال المغناطيسي الماغنتيك دايبولز align with and against this strong magnet. يعني تتذكرون قلنا بالسلايد القبلة لما كنا بدون أي تأثير كانت متجهة يمنى يسرى فوق جوا براندا، لما دخلنا بماغنتيك فيلد اتجهت مع أو ضد. المهم أنا هسه سيتتها محورين فوق وجوا، ما ظلت راندم، قسم باتجاه وقسم اللي هي اللي خلينا نقول اللي ب اللي هي في حالة انرجي عالية راحت عكس، يعني هاي يسمونها هاي انرجي ستيت، اتجهت لي عكس الماغنتيك فيلد، واللي الانرجي ستيت مالتها قليلة اتجهت لي باتجاه الماغنتيك فيلد. عموما اني سيتتها باتجاهين مو راندوم مثل ما تشوفون هاي وهاي. الMRI combines a strong magnetic field and radio frequency energy to study the distribution and behavior of hydrogen proton in fat and water. احنا القضيه كلها وين؟ بالووتر والفات، يعني ذره الهيدروجين بالووتر والفات، على اعتبار جسم الانسان هو متكون دائما من يا اما فات تشو او ووتر، غالبا يعني من فات تشو او ووتر، فيما في ذلك البون، فيما في ذلك السوفت تشو، الاورجنز، اي شيء، البرين، كله متكون يا اما من فات يا اما من ووتر او بوث. فأنا هسه لما خليت هذا جسم الانسان بماغنتيك فيلد وصار يعني خلينا نقول وجه لي الدايركشن مال الماغنتيك فيلد مال البروتون باتجاه او عكس، راح صار عندنا دقيقه، نعم،
magnetic field هنا وراديو فريكوانسي بلس وراديو فريكوانسي سيجنال مثل ما تشوفون راديو فريكوانسي انرجي تو جنريت ا سكند ماجنتيك فيلد بربنديكولار تو ذا ستاتيك ماجنتيك فيلد اوف ذا ماشين. احنا مو الانسان او المواطن او البيشنت دخل داخل هذا الفيلد الدائري الدائره اللي يدخل داخل البيشنت بداخل ماجنتيك فيلد سيتتلي الاتجاه القوى خلينا نقول او الدايركشن مالت الماجنتيك فيلد اوف بروتون اوف هيدروجين انت راديو فريكوانسي بلس راديو فريكوانسي بلس لهذا سمينا احنا شنو ماجنتيك ريزونانس ايمجينج يعني هاي عندي هذا الريزونانس او الفريكوانسي هذا الراديو فريكوانسي بلس ايش تعطيني ماجنتيك تعطيني شلون تعطيني سيجنتيك ماجنتيك سكند ماجنتيك فيلد يكون عمودي على الماجنتيك فيلد هذاك لانه يكون باتجاه عمودي هذاك الماجنتيك فيلد كان خلينا نقول فوق وجوه يجي هذا عمودي عليه يعني اذا اردنا نتخيل هذاك هو اورليدي فيرتيكال يجي هذا هوريزونتال بشكل عمودي عليه يعطي طاقه يخليه يتخلص من تاثير ماجنتيك فيلد ويرجع تنقطع هذا الراديو فريكوانسي يعني امانه يا شباب القضيه صعبه يعني انا هذا جاي ابسطها واعتقد انتم هسه طلعتم من المود بس هسه ارجعكم على المود بس اول مره خلينا نثبت بعض الاشياء وارجع اعيد لكم بطريقه ابسط الراديو فريكوانسي بلس هاي اجت نطت ماجنتيك فيلد نطت عفوا انرجي الماجنتيك فيلد ورجعته مجرد ما انقطعت رجع لحالته الطبيعيه فسرعه رجوعه بين تشو وتشو تولد نرجع حتى ما ندوخكم هي القضية أصلاً معقدة بس نختصرها بشكل أكثر يا شباب فكرة عمل الـ MRI هم اجوا بدأوا يشتغلون على ذرة الهيدروجين خلي نحكي هيك بدون صور نحكيها حكي اجوا يشتغلوا على ذرة الهيدروجين اللي هي موجودة بالفات والووتر واللي الفات والووتر موجودات بكل أجزاء الجسم انتهينا من أول فقرة إنه أنا اجيت أشتغل على قضية موجودة بكل جسمي موجودة بالفات بالبون بالبرين بالليفر بالسبلين بأي مكان موجود بالجسم أوكي؟ هاي انتهينا من عدها اشتغلوا على شنو؟ اشتغلوا وقالوا بما أنه هو كل أتوم إلها سبيني إلكترون وإلها مجال مغناطيسي في اتجاه معين إلكترونات تدور وتتحرك وتولد لي مجال مغناطيسي لذرة الهيدروجين هذا الحكي كله على ذرة الهيدروجين لمجال مغناطيسي في اتجاه معين واتجاه راندوم يمنى يسرى فوق جوه أو بليك بدرجات متفاوتة ايش قالوا؟ قالوا احنا هذا نجيب البيشنت نخليه داخل هاي الاسطوانة نعرضه المغناطيس كلش قوي هذا المغناطيس يوجه لي اتجاه حركة المجال المغناطيسي للهيدروجين باتجاه واحد فوق أو جوه ويكون عمودي نيجي نعطي راديو فريكوانسي تمنح قوة تخليه يفلت من هذا الاتجاه العمودي اللي تسيت به يفلت باتجاه أفقي من نقطعها هاي الراديو فريكوانسي راح يرجع النوب وين؟ الأصلة يرجع النوب باتجاه المغناطيس يعني بالضبط عندك مغناطيس وأكو حديدة متجهة باتجاهها تجي بإيدك توخر الحديدة من تهدها ترجع وين؟ للمغناطيس نفس الفكرة بالضبط الراديو فريكوانسي تلزم المجال حركة الهيدروجين وتاخذه يعني تاخذه عكس اتجاه المغناطيس هذا الماجنتيك فيلد الدائرة الكبيرة اللي البيشنت فايت داخل مجرد ما انقطعت هاي الراديو فريكوانسي ويف رجعت سرعة رجوعها تختلف بين تشو وتشو تولد لي صورة الـMRI أكثر من هذا الاختصار ما أقدر إن شاء الله وصلتكم الفكرة يا شباب أحد يريد أعيد ألو تسمعوني يا شباب نعم نسمعك راح نحل أول مرة سوي سكيب
تمام. هسه نشوف صورة ام ار اي ايمج وسي تي ايمج. شوف بالابدومين، بالابدومين تحس السي تي يكون صورته افضل بما يخص البون وكسوفت تشو دنسيتي، صورته افضل. لكن الام ار اي اني بالبرين ما ينقاس بالسي تي، بالماسكولوسكيليتال ما ينقاس بالسي تي، بالسباينال الفيرتبرا والسباينال كورد ما ينقاس بالسي تي. كسوفت تشو اورجانز يعني من اجي افحص ليفر، من اجي افحص سبلين، في بعض القضايا المعقده يعطيني انفورميشن اعلى من السي تي. لكن السي تي كابدومن طبعا هوايه بفلير وبيستي وبلسته طويله، بروتون دنسيتي لسته طويله وعريضه من خلينا نقول نسميها احنا يعني اطوار، خلينا نقول اطوار فحص الام ار اي. يعني تي يو تي 1 ويتد ايمج، تي 2 ويتد هذه وذ فات ساتوريشن، اكو الستير، اكو الستير، اكو الفلير، اكو البروتون دنسيتي، اكو فات ساتوريشن، اكو وهكذا. فعندي هوايه انواع من انواع صور الام ار اي، وكلها حسب الحاجه، حسب الفحص الفني هو احنا نطلب من عنده، والفني مرات هو يختار، يختار مجموعه الصور حسب ما هو، لانه على قضيه بناء مبني على معرفه بالموضوع. ال T1 weighted image عندي صورة الوتر والفات، مثل ما اتفقنا احنا دائما القضية تتمحور حول الوتر والفات بالـ MRI. الوتر بالـ T1 تكون صورته low يعني يكون على سواد، بينما الفات يكون high على بياض. بالـ T2 weighted image الوتر والفات يكون اثنينهم high، بس الفات يكون high أكثر، العفو الوتر يكون هاي اكثر بالتي 2 سوري. الفات سيجنال تكون غالبا لو، الا اذا فات ساتوريشن تكون فيري لو. وتي 2 وذ فات ساتوريشن الوتر سيجنال انتنسيتي ما تتغير، الوتر سيجنال انتنسيتي بالتي 1 لو وبالتي 2 هاي، بالتي 1 هنا لو وبالتي 2 هنا هاي ما تغيرت، لان انا هنا تلاعبت بالفات سويت فات ساتوريشن فحولته بمكان ما يكون هاي. بالتي 1 وبالتي 2 سويتها لو، بالتي 1 وبالتي 2 هاي كلها لها ابلكيشن مو اعتبارها. يعني انا التي 1 تفيدني في قضيه معينه، والتي 2 تفيدني في قضيه معينه، والبروتون دنسيتي تفيدني في قضيه، الفلير والستير والستير وهكذا. كل سيكونس احنا نسميها هاي السيكونسز، نقول عليها اطوار او سيكونسات. كل سيكونس لها ابلكيشن، لها فائدته، لها فد تطبيقه معين. هاي صورة حكينا عنها. مثل ما تشوفون هنا شوفوا T1 weighted sagittal و T1 weighted axial و T2 weighted axial، هذه brain tumor imaging. شوفوا احنا هنا اوكي التيومر موجود بالسجيتال وبالاكزيال وبالتيوان. بس الصورة ما دا تتحرك يعني. هسا حاليا يمك شنو صورة brain؟ دكتور ثابتة على السلايد 37 37 ها تمام اللي هو زين. هسه رجعت تتحرك يمكم؟ ما تتحرك؟ اوكي 36 دكتور تحركت هسه تمام دكتور تمام. هسا تحركت يمنا، طلعت لكم صورة البرين. نعم دكتور. تمام. فحتى انتو اشوفكم قد سأل من عندكم يقول انا شكو بعد اسوي تي 1 وتي 2 هي صورة بعد يعني ايش؟ لا شوف حتى تفتهم ليش الابليكيشن تختلف يمي. التيومر هنا مبين بالتي 1 بس بالتي 2 مبين اوضح، لو ما مبين اوضح بشكل اوضح هنا. اخذت عليه معلومات اكثر، وهسا راح اراويكم صور تكون بعد اكثر يعني راح تشوفون بها مثال اوضح على هاي القضيه. فوائد الام ار اي ما بي راديشن، ملتي بلانر ايمج يعني كروس يعني اقصد اكزيال وسجيتال وكورونال فيوز من القاع من الاساس، الصوره اساسا هي هيك. ايبوليتي اوف ايمجينج فيزل وذوت كونتراست بالام ار انجيوغرافي، ولكن بشنو؟ بقابليه اقل طبعا من الالترا ساوند، او خلينا نقول بقابليه ما نقول اقل ونظلم الام ار اي، بس نقول بقابليه تختلف عن كل من وله تطبيقه.
لكن يبقى الالتراساوند الافيلابيلتي مالته هنا تحكم. سوفت تشو كونتراست مالته كلش قوي، اقوى من السي تي. كسوفت تشو كونتراست اقوى من السي تي، يشوف الفيزل وذوت كونتراست ممكن يشوفها ام ار انجيوغرافي. شنو كونترا انديكيشنز الام ار اي؟ محاذيره مثل ما تعرفون الام ار اي ماجنتيك فيلد عالي، وهاي المعلومه المفروض ما تخفى عليكم طبعا، معلومه عامه انه الام ار اي لانه ماجنتيك فيلد فيفضل انه الناس اللي يدخلون يفحصون سواء الشخص البيشنت او الممرض اللي جاي يفحصه لازم ما وياهم اي ميتاليك كومبوننت لانه يجذبها. فاذا بيشنت عنده بيس ميكر زارع بطاريه بالقلب ما يفوت لانه يعطلها الام ار اي، يعطل البطاريه هاي. البيشنت اللي عنده بوليت انجري فراغ يعني او في الروماجنتيك فورم بودي سيرجيكال كليب، لانه هذه ممكن يعني تتحرك ممكن تحمى وتسبب لي مشاكل. البريجنسي بالفيرست ترايمستر ايضا ما يعني من الكونتراندكيشنز مثل ما حكينا. الكلوستروفوبيا اللي هي الخوف من الاماكن الضيقه، واحنا هنا ما جاي نحكي على واحد هو بس خايف، لا اكو ناس هم خايفين بشكل جدي فيرعب، فانت كونتراندكيتد لانه انت راح ترعبه. يعني فالقضيه مو خوف بسيط وقلق، لا هو يقول لك انا اخاف، عندي فوبيا من هذا الموضوع. و10% من البيشنت عندهم هاي الديجري مال كلوستروفوبيا which is the extreme cases result in their refusal to proceed with the scan، وما اصلا يرفضون يستخدمون الفحص. هذيك الكونترا اندكيشن يعني محاذيره، بيشنت عنده بيس ميكر، بيشنت عنده بوليت انجري، بيشنت عنده شظيه خلينا نقول مخلي سيرجيكال كليب يعني وات ايفر، بالاضافه الى فيرست ترايمستر اوف بريجنسي وعندنا الكلوستروفوبيا. شني مساوئ الام ار اي او الديس ادفانتج خلينا نقول؟ انه غالي، يطول الفحص مالته لونج سكان، بي اودبل نويز، بي ايزوليشن اوف بيشنت اللي كلاستروفوبيا هم تعتبر من الديس ادفانتج، نعزل المريض، مونيتورينج اوف ال بيشنت، اكو عندي مرضى اكو فئه من المرضى هو تعبان هو ال تايرد، فاني مجرد فقداني للمريض داخل الجهاز بعده عني اكو بيشنتيه لازم نظل قريبين من عندهم، يمهم الممرض ويمهم الطبيب وعليهم اشعارات يعني لازم دائما تتابعهم. فذولي مجرد عزلهم بالام ار اي يعني ياخذهم لفتره طويله وعزالهم عنك يعتبر من مساوئ. طبعا مثل ما تتذكرون حكينا اذا عندي اكسكلوجن كرايتيريا يعني عندي مجموعه او فئه من المرضى ما اقدر افحصهم بهذا الفحص، هذا تعتبر مثلبة ونقص على هذا الفحص. تمام؟ يعني عندي exclusion pacemaker والcontaining implant والimplant فايشن. The tending magnetic field can do damage to. طبعاً مثل ما تعرف نعرف الأشياء اللي تتأثر. المونيتورينج equipment يعني هاي آلات المراقبة والفحص. الانفيوجن pumps. الكريدت كاردز، السيلولار تليفونز التليفونات الخلويه، الالكترونيك ديفايس، اي هاي شغلات ساعه الكترونيه، تليفون، فيزا كارد، اي شيء بي خلينا نقول بشيء الكتروني غالبا ممكن يتعطل اذا اقترب من الام ار اي. هاي اشياء اوكي يعني الجولد والسيلفر يعني حتى البنات يتونسون لانهم يحبون الذهب. الجولد اوكي، السيلفر اوكي، ديجيتال واتس اوكي، الاي جلاس فريمز اوكي، الازرار الديجرام هاي كلها ما بيها مشكله، الدنتال ووركس، الاي يو سي دي هاي كلها سيف. يعني هاي لسته من الاشياء اللي الام ار اي ما يخربها ما يجذبها ما ياثر عليها ما يتفاعل وياها ما يتفاعل وياها. هنا اردنا نشوف صوره، تشوفون السهم اللي مؤشر هنا خلينا نكون واقعيين، ماس. الماس ممكن تعبر عليك ممكن يعني ممكن بطريقه ما يصير ما تشوفها، لكن هنا بالسيكونس الثاني اوضح ولا ما اوضح؟ اجينا بسيكونس اخر شوف شلون اذا اريد اقربها
شباب الصورة تقربت يمكم لو بس يمي قربت دكتور تمام مثل ما نشوف هطلع لكم الماس هنا وشوفوها هنا أعتقد الوضوح ما لا يقارن صح؟ وهذه فائدة شنو؟ أنه أنا بالأي عندي شنو تي 1 وبالبي تي 2 وبالسي تي 1 weighted image following gadolinium يعني with contrast تمام؟ فبعيدا عن الكونتراست خلنا نشوف بي تي 1 والتي 2 شوف ايش قد فرق؟ فرق واضح إذا الآن السيكونسات كل سيكونس إلى أبليكيشن إلى خاصة به. خلصنا من الـ MRI ودوخته. نتحول على آخر فقرة اللي هي نيوكليير ميديسن. والنيوكليير ميديسن اللي هو الفحص بالنظائر المشعة. الشباب تريدون ريست لو كنت بوجه نحن تقريبا راح نخلص. كمل. كمل؟ أوكي. النيوكليير ميديسن أو الفحص بالنظائر المشعة أو الايزوتوب سكان طبعاً هو لحد الآن بالعراق تجربة مو ناضجة كلش ليش ما ناضجة؟ لأنه هو يعتمد على النظائر المشعة واللي كانت محرمة في زمن النظام السابق وحتى في النظام الحالي بقت محرمة إلى ما قبل سنوات أتوقع قبل يمكن 5-6 سنوات بدأت تدخل هاي الأجهزة فإحنا حديثين يعني بها لازلنا أمامنا شوط فحتى نقدر يعني خلينا نقول تكون عندنا تجربة فعلية في هذا الفحص اللي هو النيوكليير ميديسن. النيوكليير ميديسن باختصار بدون هذا الحكي يعني اللي راح تقرؤه إن شاء الله هو مفهوم أيضا بس نختصره فكرة عمله شنو الراديو ايزوتوبس كان أنا عندي الراديو ايزوتوبس خلينا نسميها والنظائر المشعة مجموعة قسم من عندها التكنيشيوم قسم من عندها يعني هي مشتقة من مثلا التكنيشيوم مشتقة من اليورانيوم مجموعة أشهرها طبعا هو التكنيشيوم هذا جاما إيميتر هو ينتج لأشعة جاما وأنا عندي جاما كاميرا جاما ديتكتر عندي إنسترومنت تلتقط لي أشعة جاما أوكي إذن أنا عندي حاليا جاما إيميتر يعني مصدر لأشعة جاما مادة مصدرة لأشعة جاما وعندي جاما ديتكتر اوكي انا هاي من اجي احقنها بالجسم راح تروح بطريقه عشوائيه مو وين ما اريد انا من افحص اكو عندي هدف انا هسه البيشنت من يجيني الترا ساوند اكو عندي ارسال اكو عندي فد قضيه عنده رينال كوليك انا رايح مهدف على الكدني تمام فنفس القضيه بالراديو ايزوتوب بيشنت جاي مثلا على مشكله بالثايرويد على مثلا فلو اب لمالجنسي فسووا هم هاي الجاما إيميتر الجاما إيميتر خلوها ترتبط في مواد أخرى قسم جلوكوز قسم أيودين قسم ميجا يعني أوميجا يعني هواية شغلات حسب نوع الفحص حسب نوع الفحص يربطوها بمادة معينة تروح توجه لي الجاما إيميتر على مكان أنا أريده حتى من أخلي الجاما ديتكتر ألتقط الصورة اللي أنا تخدمني. Nuclear medicine images are made by giving a patient a short-lived radioactive material, the most commonly used radionuclide decay rapidly and have half-life of only hours. مثل ما تعرفون النظائر المشعة لها عمر يسموه عمر النصف قسم سنوات وقسم لحظات وقسم ساعات دائما إحنا نستخدم الساعات. هم استخدموا التكنيشن لأنه الهالف لايف ماله مناسب. Most materials administered are not detectable within a day or so after administration. Nuclear medicine images are made by gamma camera or positron emission scanner that records radiation emanating from patient and make an image of the distribution of the radioactive material. تكون لي صورة انتشار هاي المادة داخل جسم الإنسان. وعلى فكرة صورة الايزوتوب هاي شايفين بالفيلم كل جسم الإنسان مبين وعندي النشاط هنا المنطقة اللي هي تكون غامقة مثلا هنا عندي نقطة بسيطة هنا عندي نقطة بسيطة
هنا عندي أكثر، هنا عندي أكثر، هاي مناطق النشاط، هاي معناته عندي مشكلة هنا. فكرتها بشكل عام إنه هي تدليك، تقول لك أكو عندك إشكالية بهاي المنطقة، تدليك عليها. أنت تروح بعدين عاد شو تسوي؟ إذا هو بون تأخذ الديجيتال إكس راي، تأخذ لام آر آي، تأخذ لسي تي. إذا هي باللنج تروح تسوي تشيست سي تي وحسب. زين. For example, virtually to other image technique can assess regional pulmonary ventilation or hepatobiliary function. هسا أفهمكم عليها هاي بالتفصيل. يا شباب، فكرة الراديو ايزوتوب سكان هو sensitive but not specific. فرق بين sensitivity والspecificity. Sensitivity إنه هو حساس إنه يلقف لك المشكلة. والspecificity إنه هو شنو حتى نفهم؟ الاسبيسيفيتي هي ديتيل المشكله، تفاصيلها. يعني الجهاز سنسيتيف عرف لي انه عندي تيومر باللنك، عرف لي انه عندي تيومر باللنك، هذا سنسيتيف، بس لا قدر يعرف لي السايز ماله، ولا قدر يضبط لي شكله، ولا قدر يضبط لي لونه، ما نطالي اي مواصفات عليه. لهذا هو يعتبر نان سبيسيفيك. الاسبيسيفيتي انه انا اخذ مواصفاته، مثلا هذا التيومر اللي باللنك اروح اسوي له CT scan with contrast. ذاك اليوم CT راح يجي ينطيني عادة تفاصيل specific. CT specific ينطيني تفاصيل التيومر، شكله وحجمه ولونه والconsistency مالته والشيب وكل شيء. So الراديو ايزوتوب سكان دائما هو فحص وظيفي، فحص خلينا نقول حسب الابليكيشن. يعني مثلا نعطيكم مثال قبل ان ندخل بالشرح. أنا الكدني مثلا عندي، أروح أسوي لها رينال فانكشن تيست. أنا إذا عندي بيشنت الكدني من كدنياته تشتغل فول والثانية تشتغل ربع، تشتغل 10% كلش تعبانة، وأروح أسوي له رينال فانكشن تيست بلاد يوريا وسيرم كرياتينين، راح تطلع نورمال لو أب نورمال يا شباب؟ وياي تسمعوني؟ نعم دكتور تسمعوني. واحد عنده كدني كلش تعبانه والكدني الثانيه كلش زينه، وسويت له يوريا وكرياتينين، يطلع النورمال لو اب نورمال؟ عاشت ايدك، صح، يطلع النورمال لان الكدني الشغاله مغطيه. أنا مرات يجيني واحد سنجل كدني، الله خالقه بكدني وحده وكل شيء نورمال، اذا كدني وحده شايلت لي المشكله، صح؟ زين، انا شلون اقدر اعرف الفانكشن؟ يسموه السبلت فانكشن، يعني اعرف هاي الكدني ايش قد تشتغل وهاي الكدني ايش قد تشتغل. ماكو اي فحص اخر غير الراديو ايزوتوب سكان ينطيني هاي المعلومه ابدا، لان السي تي والام ار اي والاكس راي هاي اجهزه تصوير. صح تنطيني افكار عن فانكشن الكدني، بس ما تنطيني شغاله بفلان درجه، ما تنطيني هيج ديتيل. بينما الراديو ايزوتوب سكان فانكشنال اكزامينيشن، لذلك هو قيمته قيمه معزوله عن الحكي اللي حكيناه من ناحيه الفانكشن، فحص سمارت. وياي فهمتوني؟ فحص ينطيني فانكشن اكثر، القضيه مو قضيه تصوير قدر ما هي قضيه ينطيني فحوى المشكله، ينطيني فحوى المشكله. طبعا ابلكيشن بالليفر، بالكدني، بالثايرويد، بالثايرويد جبار رهيب. عندك الفنتيليشن بيرفيوجن سكان، وين اكو فحص يقدر يقول لي الرايت لانج الابر الرايت لانج تشتغل هالقد واللفت لانج تشتغل هالقد؟ ماكو، بس الراديو ايزوتوب سكان. اكو عندي اني بعض الفحوصات تنطيني مثلا تنطيني اللانج اوفرول ايش قد تشتغل، اني عندي الفنتيليشن بيرفيوجن ايش قد، بس مال اللفت هالقد والرايت هالقد لا، بس الايزوتوب سكان ينطيني اياها. ايضا يسوي لي سبلت فانكشن اللي يسمونه فنتيليشن بيرفيوجن سكان. بالثايرويد ابلكيشن كلش حلو ممتاز، اعلى فحص بالثايرويد هو الراديو ايزوتوب سكان. اعلى فحص بالثايرويد هو الراديو ايزوتوب سكان، لا سي تي ولا ام ار اي ولا الترا ساوند ولا عيش. باللنج عندي ابلكيشن بي كلش حلوه الفنتيليشن بيرفيوجن، عندي بالبليري، بالليفر، بالكدني، البون، التيومر،
حتى بالهاي شغلات مثلا يعني شلون نقول عليها بالبرين. طبعا ايضا عندي بي ابلكيشن عالي كلش بالبرين. انتم تخيلوا انه الراديو ايزوتوبس كان في بعض المكانات اللي كلش متقدمه. طبعا هم يسووا له ربط بالسي تي، يسموه بيت سي تي. هو طبعا واحد من اسماء البيت سكان، بوزيترون ايميشن يعني سكان، بو يسموه بيت سكان بوزيترون ايميشن. فاكو يسموه بيت سي تي، من يربطوه بالسي تي على البرين يعطيني كل خلينا نقول كل لوب، كل برين لوب، كل اكتف اريا شنو موقفها، يعني بحيث البيشنت يحرك ايده الضوي عندي منطقه بالشاشه، فاعرف انه السنتر مال الموفمنت يمي اوكي. البيشنت مثلا اضوق فد شيء حامض، من تشتغل طعم الاحساس البرين يشتغل بيه بالشاشه يمي فد لون معين يقول لي الريسبتر مال السنسيشن اوف يعني خلينا نقول حاسه التذوق يمنا اوكي، حاسه الشم يمنا اوكي، اقصد كسناتر بالبرين. فتخيلتوا هذا الفحص يعني ايش قد بعيد وايش قد ينطيني ديتيل وفانكشن كلش حلوه. هذا هو فكرته. فالقضيه مالته انه انا عندي، نرجع نكرر، نظائر مشعه اللي هي تشع اشعه جاما اقودها اني. يعني انا اذا افحص ثايرويد انطي ايودين، افحص ثايرويد انطي ايودين، مثلا افحص تيومر انطي جلوكوز، وهكذا. أنا أقود هاي النظائر المشعة حتى أوديها للمكان اللي رايد أفحصه، حتى بعدين أخذ له صورة. طبعاً الصور مو كلها تطلع كل جسم الإنسان، إذا ثايرويد تطلع بس منطقة الرقبة. وهاي فكرة الراديو أيزوتوب سكان ببساطة شديدة، يعني هاي الفكرة مالته. المهم إن أنتم تكونون على اطلاع، يعني فاهمين من يقول لك بيت سكان تعرف شنو يعني بيت سكان. فحص فانكشنال. اكثر الابلكيشن اللي موجوده بي حاليا انه انا عندي تيومر اريد اسوي فولو اب، عندي سكندري ميتاستاسيس لو لا، فوين اروح؟ ما ادور جسم الانسان اروح اسوي له مثلا اكس راي لكل جسم الانسان، وبعدين انا البرين ام ار اي، وبعدين ما معقول اجي افحص كل جسم الانسان بكل الفحوصات. لا، اختصرها كلها فحص واحد اللي هو البيت سكان، يشوفني اذا اكو اي نشاط سرطاني موجود، ينطيني عليه هنت وخلاص. بالتالي انا اكون اون سيف سايد. الايونايزنج راديشن، حكينا عن راديشن، فنفهم شنو يعني راديشن. يعني انا مثلا الاكس راي شلون تاذيني، السي تي سكان شلون ياذيني، وهكذا شو اسمه شلون ياذيني الراديو ايزوتوب او البيت سكان، شنو طريقه ايذاء لي انا يعني كجسم انسان. احنا نقول ما انه البيشنتي يستفادون، هم ايضا ينضرون. الفكره باختصار، اكس راي اند جاما ويف هاف ذا هايست انرجي اند ذس كان باس ثرو ذا هيومن بودي. وين ذيس ويفز اوف انرجي انتر ا سيل ذير ويف لينث ميك كولد وذ ذا كول، يعني نقول عليها يلتحم مع الالكترونز اوف ذا سيل اتومز بوسيبلي ريزلتينج ان دامج تو ذا سيل. يعني الفكره ما بيها، الخليه بداخلها اتومز وحوالين الاتومز الكترونات، فاني يجيني ويف لينث. انا الاكس راي الها ويف لينث هي والجاما راي، الاكس راي شاملت لي الاكس راي والسي تي، والجاما راي شاملت لي الراديو ايزوتوب سكان. الالترا ساوند والام ار اي خارج التشكيله، ما لنا علاقه بهم، ما بيهم ايونايزنج راديشن. تمام، الاكس راي والجاما راي ذولي راي طاقة، إلها طاقة، إلها ويف لينث بي انرجي، فممكن يلتحم مع يعني وان ان اكس راي ويف لينث اوف انرجي، يلتحم مع اتوم الكترون، الالكترون ماي بامد اوت اوف اتس اوربت. يعني هذا جاني الطاقة والالكترون جاي يدور لي حوالين الاتوم، يلتحم ويا الالكترون ينطي طاقة، فالالكترون من تصير بيه طاقة شو يسوي؟ يطلع خارج طور الاتوم، الالكترون يطلع خارج طور الاتوم، فيخلي لي الاتوم بحاله شنو؟ غير مستقره. اوكي، leaving the atom with an unbalanced charge and an unsteady state، في حاله غير مستقره. In this state the atom is called radical.
هاي الاتوم اللي مفقود منها الكترون وباقيه بحاله غير مستقره اسمها ذا راديكال، مثل ال H2O2 على سبيل المثال. وهاي العمليه اللي انتجنا منها ذا راديكال هي الايونايزيشن، هي عمليه الايونايزيشن، جايه من الايون. سهله، عندي خليه السيل بها اتومز، الاتومز حواليها الكترونات، جتني الاكس راي او الجاما راي انطتني التحمت اللي مع الالكترون ونطت الطاقه، صار بي طاقه زايده، طفر من الاتوم، عافها في حال غير مستقره تبحث عن استقرارها، اسمها راديكال. هاي الاتوم اللي مفقود منها الكترون وباقي في حاله غير مستقره اسمها راديكال، وهاي العمليه اسمها بايونايزيشن. وهذا الرسم التوضيحي لها، الالكترون جت الاكس راي وهذا منه هو خلاص ترك البروتون. يعني طبعا الستيبل راديكال سيك ارياك، طبعا هاي طبعا الراديكال هذا اللي هو الستيبل يبدي يحاول يدور على تفاعلات ترجع لاستقراره، يحاول يكون ستيبل، making them highly chemically reactive. The radicals react with and alter the chemical bonds within the cell. فطبعا هاي الراديكالز هي عبارة عن أشياء خطرة، من تروح على الخلية تغير من الكيميكال بونز مالتها، مالت الخلية، وتسوي لي مشاكل على الدي ان اي مولكيول and those between water molecule hydrogen and oxygen atoms، فيسوي لي دي ان اي دامج، والدي ان اي مولكيول ار سسبتبل تو بوث دايركت اند دايركت راديشن دامج. طبعا هذا الدي ان اي اصلا يتاثر بالراديكال اللي انتجه الراديشن، اللي انتجته الاكس راي والجاما راي، وهذا يسموه اندايركت. وعندي الدايركت اللي هو اصلا الاكس راي والجاما راي نفسها تاثر على الدي ان اي بشكل مباشر بعيدا عن انتاج الراديكال اللي حكينا عليه. اذا انا عندي دايركت واندايركت افكت، عندي دايركت واندايركت دامج. الدايركت انه الاكس راي والجاما راي تاثر على الدي ان اي بشكل مباشر، الدي ان اي بوندز، والاندايركت هي لا تكون لي راديكال، والراديكال هو اللي يروح حتى عن طريق بحث للاستقرار يبدي اثر على الخليه ويسوي لي دي ان اي دامج، مثل ما تشوفون هاي الرسمه اللي هي بها هاي الدي ان اي دامج والدي ان اي بوندز. اكيد الانفانت تشيلدرن يكونون سنسيتيف اكثر للراديشن، راديو سنسيتيف اكثر من الاكثر من الكبار، اند ذير لونجر لايف. ليش هم اولا عند قضيه يا الاطفال، اولا اللايف اكسبكتنسي منهم عالي. انا اذا تعرض الاشعه ورادت الاشعه تسوي بي سرطان، ممكن تاكلها 20 30 سنه يلا تسوي، فاللايف اكسبكتنسي عالي. فاذا واحد عمره 70 60 او 50 سنه ممكن ما يلحق يتاثر، بينما الاطفال اذا تعرضوا لراديشن مؤذي وعالي عندهم لايف اكسبكتنسي اعلى، اعمارهم 5 6 سنين، فيصيرون ممكن يدخلون يعني بكانسر في هم بعدهم لا زالوا يعني في عمر مبكر. بالاضافه لهم حساسين اكثر لهذه القضيه. ولذلك احنا دائما نحاذر انه الاطفال ما نعرضهم لراديشن الا اذا كان القضيه يعني مهمه والقضيه يعني انديكيشن عالي. بالنسبه للبروتكشن يعني help reduce patient doses using ionizing ablation also tend to reduce staff dose monitoring of radiography department and standby the dose meter patch protection and radiation. طبعا حتى على الراديولوجيكال ستاف، الاطباء والفنيين اللي يشتغلون بوحده الاشعه لازم دائما يبقون محاذرين، يشدون الدوز ميتر اللي يقرا الدوز، ومن ياشر دوز معينه لازم ياخذون اجازه اجباريه ويوقفون تعرضهم لهذه الاشعه، بالاضافه الى استخدام الابرونز اثناء دخول الاشعه. عندنا بعض الكويزات هاي، نيم ذا راديوغرافيك فيوز بيلو. شنو الراديوغرافيك فيو شباب من يعرف؟ دكتور البوزيشن ولا الفيو؟ لا لا الفيو دكتور. بي اي بي اي عاشت ايدك صح، هي نايمه لاترال لكن هي بي اي فيو. دكتور يعني نقول رايت ديكيوبيتاس؟ والله حسب البيشنت اعتقد شكله رايت ديكيوبيتاس، شكله رايت ديكيوبيتاس، لان مرات الصوره تنعكس. القضيه وما بيها انه ذا رايت هو يكون على الرايت سايد، هو اللي باتجاه البيت، احنا نقول رايت ديكيوبيتاس.
هاي الفيو على قولتك في اي فيو صح الميد ناين لاترال بس الاشعه في اي فيو هنا بي اي يا فيو بي اي هنا لاترال فيو لاترال فيو ناخذ فيدباك من عندكم طلابنا شنو انطباعكم شنو ملاحظاتكم لان نهايه اول محاضره التعليم الالكتروني السنة الفاتت احنا انطينا صف خامس قبل نص السنة فما نطيت هاي اول محاضرة لي الكترونية فحبيت اخذ فيدباك من عندكم شنو ملاحظاتكم عن المحاضرة تمام تمام الكل اوكي اوكي دكتور الكل اوكي هسه تبقون وياي لحظه واحده ثواني عندنا نماذج راح انزل لكم هسه رابط اي على الكلاس سيجيكم على الكلاس نسخ الرابط ثواني على الكلاس روم راح يجيكم رابط حضور تدخل بس تكتب اسمك الثلاثي وتنطي سبمت